بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة وحلقة في اللحظات الصعبة. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. هي بالفعل لحظات صعبة، لأنه ما أحد كان يتصور أبدا أن فريق الأهلي بعد أن خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا يودع دوري أبطال العرب بالتعادل في الإمارات مع الوصل بهدف لكل منهما، ونتيجة القاهرة كانت انتهت 2-2، ومن ثم يودع الأهلي دوري أبطال العرب، وهو كما أجمع حتى خبراء الكرة العربية ومحللوها أنه كان المرشح الأول للقب العربي يا باشمهندس في وقت المشاركة. لكن بلا يعني في أسباب، لكن ما نتصورش أنها فجأة كده تؤدي إلى هذا الشهر الصعب ده. بتفكرني بآخر شهر في الموسم الماضي مع كابتن حسام البدري، نتائج رائعة وأداء جيد وتفاؤلات، وفجأة تخ 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 النتائج سلبية ورا بعضها. المدهش والمفارقة التي تبدو يعني أن جمهور الأهلي كان ينادي بالخروج من البطولة العربية، ولو أنك فزت بالبطولة الإفريقية قطاع كتير من الجمهور هينبسط، خرجت بدون هزيمة، ها، وهتتفرغ بقى للدوري وهتخف الحمل، وهيبتدي الأسباب أسباب الدعوة كان للخروج أنك أنت مش هتقدر على كل الالتزامات اللي موجودة. لكن أهمية البطولة العربية اكتسبت لما فقد اللقب، أو لم مش فقد اللقب، لما استطع الفوز في المباراة النهائية أمام الترجي بأحداث درامية، دراما عالية جدا زادها يعني غرابة ودهشة وعلامات استفهام، ان الاتحاد الافريقي بعد ما الليلة تنفض يعلن ايقاف الحكم بتاع الترجي واول اغسطس، اللي كل الناس قالت انه حرم اول اغسطس من التأهل والحصول على المقعد في النهائي بجدارة. طيب هو انت جاي ترجي الامور الحساسة وتستعجل الامور اللي ما كانش فيه اي سبب لاستعجالها كما حدث مع النادي الاهلي، والكلام اللي دب 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 ويطلع كله كان مبني على شوية ورق سيتم التحقيق فيه بعدين. هي بص، عندما تتكالب عليك الظروف يا تكون بكامل عنفوانك عشان تقدر تصد، يا مش هتتحمل، وهو ما حدث للنادي الاهلي. لم يكن الاهلي في الشهر الاخير تحديدا بكامل العنفوان. هنقول بقى نقص الصفوف، هنقول الارهاق، هنقول اسباب كثيره، لكن لا، الاهلي منذ شهر غير الاهلي هذه الايام. اللي ارجو ايضا البطل ما بيرميش الفوطه ولا داخل على القفازات. عندنا تحدي بعد أيام قليلة جدا في الدوري، هو اللي باقي. لابد من الخروج فورا من هذه النتيجة السلبية المؤلمة إلى التحدي الذي ينتظره الجميع، وليكن مباراة المقاولون على الأقل هي نقطة الانطلاقة اللي تدي شعاع بقى من الإيه، من الأمل. طيب، خروج الأهلي من أو افتقاد الأهلي فرصة إحراز لقبين مرموقين في أيام قليلة مش بالحدث الهين. غضب جمهور الأهلي وحزن جمهور الأهلي أيضا ما هوش بالأمر الهين ولا الطبيعي ولا المعتاد. لكن لو في ثمة مشترك ما بين النتائج السلبية الأخيرة، هي أن شخصية الأهلي، شخصية البطل، لم تعد موجودة بالقدر الكافي. شخصية الأهلي أو شخصية البطل القادرة على مواجهة أصعب الظروف وتحقيق ما قد يبدو للبعض مستحيلا، خلينا نكون صراحة، ما كانتش حاضرة بالقدر المطمئن. وبالتالي هذه المنحنيات الصعبة على ما فيها من منعطفات كتيرة، في إصابات، في غيابات، في إرهاق، كل هذه أسباب موجودة. لكن في الأصل حتى الجميع لا يتحلى بالقدر الكافي من شخصية الأهلي يا باشمهندس. أستاذ إبراهيم، أنت ثلاث مرات لا تستطيع أن تستفيد من تقدمك.
لو استفدت من تقدمك في ثلاث مرات كنت انت دخلت نهائيات البطولة العربية فزت باللقب. 3-1 هنا انت متقدم، اللي بنعتبر ان مباراة الذهاب هي الشوط الاول ومباراة الاياب هي الشوط الثاني. ما استطعتش انك تحتفظ بهذا التفوق. الوصل هنا تقدمت بهدف ثم تأخرت بهدف، تعادل وتأخرت بهدف، استطعت في الأمطار الأخيرة أو في اللحظات الأخيرة تحقق التعادل. قلنا طيب عشان تروح تحقق مكسب هناك، فيأتي إليك الهدف المنشود تجيب جول وأنت مسيطر على زمام الأمور، وبعدين تضيع هدف ورويدا رويدا يدخل الوصل معك في المباراة، وبهدف غير مبرر لم يذهب الوصل إلى مرمى الأهلي بخطورة قبل هذا الهدف يعني، وتيجي من دربكة وخطأ تقليدي جون ملوش أي لازمة عشان يحقق تعادل وتخرج من البطولة. هي ألام، وأنا لما قلت هي حلقة اللحظات الصعبة لسبب أستاذ إبراهيم، يعني إحنا عادة ما إحنا زينا زي المشجعين، إحنا بنقعد يوم المباراة زي المشجعين نتعامل مع المباراة بكل الانفعالات اللي عايشها، وبنغيب ساعات العقل، يعني ساعات نتكلم كلام واحنا بنتفرج او بعد الحلقه نصب جنب غضبنا على كل شيء. مشجع عنده غضب على النتيجه، اللي كان بيهون منها شويه تسترد موضوعيتك وتسترد الرؤيه وتبتدي حتى تعمل اتصالات تعرف وماذا بعد. احنا حتى ما عندناش الوقت الكافي ان احنا نعرف ماذا بعد إلا في قدر خبر صغير كده هتقوله دلوقتي. فإحنا طالعين في موقف صعب، ما زالت مشاعر الغضب جزء كبير موجود جوانا زينا زي كل الناس اللي بتحب الأهلي، لكن أبدا أبدا لن نستمر في هذا المود. يعني يا رب نخرج بسرعة أثناء الحلقة عشان نقول إحنا نقدر نخرج بسرعة إزاي، عندنا لسه أهداف يجب تحقيقها وإحنا في مسيرة الإصلاح. طيب، طب وبعدين؟ خرج الأهلي من بطولتين، أداء لا يليق بشخصية البطل، نتائج لا ترضي هذه الجماهير الكبيرة العريضة، واعتراف من مسؤول النادي وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب منذ الخروج من دوري أبطال أفريقيا أو منذ الخسارة من الترجي أن ثمت أخطاء كثيرة وجب علاجها، وانه حتى كابتن محمود الخطيب من وقتها وقال ان انا شايف فيه اخطاء كتيره متراكمه، وقال ان احنا حتى لو كنا كسبنا كنت هواجه الجميع بهذه الاخطاء، لانه فعلا تصحيح المسار وتصويب المسيره مساله حتميه. اما وانه تاكد هذا الامر بالخروج من دوري ابطال العرب وجب التدخل. عايز اقول لكم تدارك الامور، وعشان نكون برضو أكثر حرصا على الأهلي وأكثر أمانة مع حضراتكم، لابد من المصارحة الكاملة والمكاشفة الحقيقية. لابد أن الجميع يطمئن أنه في جهود كبيرة جدا بتبذل وستظهر نتائجها سريعا لتصويب المسيرة في الاتجاه اللي يليق بالنادي الأهلي ويعيد للأهلي شخصية الفريق البطل، لأنه ما هذا هو الأهلي أبدا في المباريات الأخيرة ده بكل تأكيد وبكل أمانة. كابتن سيد عبد الحفيظ كلف من الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة بمتابعة شؤون الكرة في الفترة الحالية، ومن ثم قبل الهوى بلحظات أكد لنا الكابتن سيد عبد الحفيظ أنه بصدد السفر إلى الكابتن محمود الخطيب في ألمانيا للقائه والتشاور معه وعرض تفاصيل كثيرة في المشهد ثم الاستقرار على الموقف في الفترة القريبة جدا القادمة. إذن كابتن محمود الخطيب شفاه الله وعافاه بدأ في التحسن الصحي تدريجيا والحمد لله، ظروفه الصحية لا تسمح قبل 2 ديسمبر للعودة للقاهرة، هو تحت الملاحظة والمتابعة الطبية وجلسات العلاج التأهيلي في المركز الطبي اللي بيخضع فيه للعلاج أو للجراحة في هانوفر بألمانيا. كابتن سيد عبد الحفيظ سوف يسافر له لتدارس الأمر ووضع الأمور كلها قدامه عشان يرجع بالرؤية الجديدة القريبة اللي إن شاء الله تعالى بنأكد لحضراتكم كل الجهود بتبذل من أجل أن يعود الأهلي عافيا قويا زي ما الجماهير وزي ما كل محبيه اعتدوه ويتمنوا يكون عليه، لأنه هذا الوضع لا يرضي أحدا. غضب الجمهور دي مسألة
مؤكدة وطبيعية. هذا الأداء فعلا كمية أخطاء كتيرة متراكمة، تصويبها كويس قوي إن الأهلي في هذه الظروف يملك هذه الرؤية الكروية الإدارية الكبيرة، ويملك الإرادة ويملك الرغبة ويملك الاعتراف بأخطاء المرحلة السابقة، ويملك أدوات الإصلاح في قطع غيار كتيرة جدا متاحة إن شاء الله في كل الاتجاهات، يسير العمل في المرة أو في الفترة القصيرة اللي جاية إن شاء الله. عموما من دبي معنا الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي إلى الإمارات من أرض الحدث، وماذا حدث في مباراة الأهلي والوصل. كريم أهلا بيك. مرحب بيك أستاذ إبراهيم، مرحب بيك في البداية ومرحب بالمشهد على اللقاء. كريم إيه تفاصيل المشهد الحزين عندك؟ أكيد بأكد على كلامك يا أستاذ إبراهيم، مشهد حزين بالفعل، يمكن صدمة كبيرة لكل جماهير النادي الأهلي اللي كانت متواجدة بتساند النادي الأهلي في هذه المباراة. لعيبة النادي الأهلي يمكن فور الخروج من أرضية الملعب كان باين أكيد بشكل كبير جدا الإخفاق المرتبط بالبطولة الأفريقية ثم الإخفاق في البطولة العربية. كمان باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي يمكن قال أنا ما اتكلمتش على التحكيم أكثر من مرة، مباراة يمكن النجم الحكم ده النجم اللبناني كان بيحكم هذه المباراة، وقال يمكن لينا ضربة جزاء في المباراة الأولى بين النادي الأهلي والوسط اللي انتهت ب 2-2، أنا ما برضاش أتكلم على التحكيم لكن التحكيم موتر الماتش، قال إحنا رحنا ووصلنا وحاولنا إن إحنا نحرز هدف وأحرزنا بالفعل هدف، ولو كنا أحرزنا هدف ثاني المشهد كان هيبقى مختلف، لكن قال ده موجود في كرة القدم. لو بعود للاعبين حاله حزن كبيره جدا على لعيبه النادي الاهلي، وكمان باكد على جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد يمكن بجانب الاتوبيس او حافله النادي الاهلي اللي كانت متواجده داخل ملعب بنادي الوسط، يمكن نادوا على لعيبه النادي الاهلي وطلبوهم باللعب بروح الفانيلا الحمراء والتركيز خلال الفتره اللي جايه واستعاده يمكن روح النادي الاهلي، وايضا كمان شخصيه النادي الاهلي اللي تحدثت عليها استاذ ابراهيم، حاله يمكن صعبه جدا على لعيبه النادي الاهلي الجهاز الفني كابتن محمد يوسف، يمكن الكل في حاله يمكن مش مفهومه، الكل يمكن حاسس ان الامور يمكن صعبه شويه خلال الفتره اللي فاتت، واكيد استاذ ابراهيم باكد على كلامك باذن الله ان شاء الله باذن الله مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب يكون في ان شاء الله تصحيح مسار هام جدا خلال الفتره اللي جايه، في انتظار اكيد جمهور النادي الاهلي اللي ورا النادي الاهلي في كل مكان، الجمهور ساند وحيا اللعيبه رغم الخساره ورغم الامور اللي حصلت بالنسبه للاخفاق في البطوله الافريقيه وفي المباراه اليوم اللي خرجتها من البطوله العربيه، لكن نادوا على اللعيبه وقالوا لهم لابد يكون في تركيز خلال الفتره اللي جايه، هو ده ان شاء الله جمهور النادي الاهلي اللي على طول خلف النادي الاهلي باذن الله، وباذن الله خلال الفتره اللي جايه النادي الاهلي يستعيد من مباراه المقاولون اللي اكيد هتبقى مباراه غايه في الاهميه كما كانت مباراه اليوم، هي مباراه الوصل الاماراتي مباراه المقاولين، يعني بنتمنى ان شاء الله اللعيبه تخرج من الحاله دي يبقى في تركيز خلال الفتره اللي جايه، لان الامور كده بتتصعب، النادي الاهلي هيخش الجدول الدوري العام ويمكن هو في اخر جدول الدوري العام، الامور لابد يكون كل المباريات القادمه للنادي الاهلي مكسب سواء في بطوله الدوري او في بطوله الكاس، ونتمنى ان شاء الله لعيبتنا تعود لها ثقتنا من جديد ويعود شخصيه النادي الاهلي من جديد. استاذ ابراهيم. طيب كريم، مستر كارتيرون تحدث عن التحكيم في المباراه، هل حدد اخطاء معينه للحكم المغربي؟ بالظبط، يمكن هو ذكر قال احنا لينا ركله جزاء ما احتسبتش، وربط ضربه الجزاء اللي ما احتسبتش في هذه المباراه بركله الجزاء الاولى في المباراه الاولى اللي كانت لمحمد شريف، ويمكن قال هو ده يمكن بعض التصفيرات اللي كانت كثيره جدا واثرت على المباراه، انذارات كانت غريبه جدا، اللعيبه توترت جدا، شفنا حسام عاشور في اكثر من مشهد قائد فريق النادي الاهلي يمكن الحكم وتر المباراه شويه بلغه الكوره، وده اللي كان بيتكلم عليه مستر باتريس كارتيرون، ما كانش في عدد كبير من الصحفيين بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لان الكل كان بيحتفل طبعا مع فريق النادي الوصل الاماراتي، اتسال يمكن زي ما قلت لك يا استاذ ابراهيم عن التحكيم، الراجل يمكن جاوب، اتسال عن النادي الاهلي هيعمل ايه خلال الفتره اللي جايه، وهل النادي الاهلي ايه اللي مطلوب من النادي الاهلي ان هو يستعيد شخصيته من جديد، قال النادي الاهلي مش بعيد عشان يستعيد شخصيته من جديد، احنا كنا بنلعب مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي مش بعيد خالص عن الامور دي، محتاجين ان احنا نستعيد ثقتنا في نفسينا، ولابد يكون في شغل كتير جدا خلال الفتره اللي جايه. هل يا كريم، انا عدلي يا كريم، اهلا بيك يا باشمهندس، هل احد تحدث ان عندنا مباراه بعد ايام قليله جدا، كيف سنفكر فيها بالنسبه لمستر باتريس؟ طبعا هو اتسال زي ما بقول لك يا باشمهندس، قالوا له هتحضر ازاي الفتره اللي جايه، ربطوا طبعا الفتره اللي جايه بمباراه المقاولين الاولى اللي هي المباراه القادمه بالنسبه للنادي الاهلي،
الراجل زي ما بقول لك يا باشمهندس قال احنا مش بعيد عشان نرجع تاني، احنا النهارده وصلنا ورحنا وحققنا وما عرفناش نجيب هدف تاني، هو ده كانت نتيجه المباراه وهي دي كره القدم. لكن الراجل ما فسرش بشكل عام ايه اللي المفروض يتم، هل هيبقى فيه مثلا لعيبه يعني استخدام لعيبه من جديد، هيحاول انه يقعد مع مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، بيبقى فيه طلبات خلال الفتره اللي جايه. الراجل يمكن ما اتكلمش عن هذا الامر، حدد بس ان خلال الفتره اللي جايه احنا ما كناش بعيد، احنا موجودين والنادي الاهلي. والعوده امتى؟ العوده امتى؟ العوده بكره ان شاء الله الساعه 2 الظهر نكون في القاهره باذن الله. باذن الله. في حد من اللعيبه اتكلم بعد المباراه يا كريم؟ لا خالص يا استاذ ابراهيم. خالص. هل حسام عاشور خد اي انذار بعد انتهاء المباراه من الحكم؟ كارت احمر مباشره. كارت احمر؟ كارت احمر مباشره بعد انتهاء المباراه. يمكن حسام عاشور زي ما يمكن ظهرت على وسائل الاعلام انه يمكن راح على الحكم وكان بيعترض، فيمكن اشار له الكارت الاحمر مباشره. الاستاذ خالد الدرندلي رئيس البعثه كان له كلام بعد المباراه مع اللعيبه او الجهاز ولا ما التقتهوش؟ يمكن حاله صمت، ما فيش حد اتكلم مع حد خالص يا استاذ ابراهيم. بصراحه حاله الصمت كانت مسيطره على الجميع، الكل يمكن في عربياته على طول مباشره الى فندق الاقامه، اللعيبه يمكن توجهت على الغرف، الاستاذ خالد الدرندلي بالمشهد خالد مرتجي كمان اللي متواجد مع النادي الاهلي، حاله صمت هي المسيطره على فريق النادي الاهلي في فندق الاقامه يعني. طيب شاكرين جدا. شكرا. لكن أكيد. عايز اتوقف عند حاجه يا استاذ ابراهيم. شكرا جزيلا للزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي لدبي. اتفضل يا فندم. الحس الرائع بتاع الجماهير هو ده روح الفانيلا الحمراء. لا يعني رغم الالم وضيقه بتاع بيفضل يقول لك يؤيد في الاهلي ويهتف له ويذكره انه البطل ويذكره ان الحق قوم بسرعه ويذكره احنا معاك. هو ده المطلوب من كل الناس دلوقتي. يعني الجمهور بشكل عفوي هناك عمل كده، الجمهور بشكل تلقائي بعد مباراة الترجي عمل كده في مصر. لا يمكن نكون جميعا أقل من هذا الحس الجماهيري العاقل الموزون اللي عارف مصلحة فرقته واللي عنده ثقة فيه برضه، مهما يعني خلاص كبوات بتحصل، لكن هي كلها أصلها كبوات الفترة القصيرة. يعني هي مش كبوات على مراحل، فتقدر هي خطورتها إنك أنت الفترة دي يعني مركزة أوي لدرجة أي يعني أنت بتلعب النهاردة التلاتة باك الظهير الأيمن مش موجودين، بتلعب بكريم ندفد ظهير أيمن. هذا يعني أنك أنت حتى ما عندكش الوقت أنك أنت تعالج ولا حد يتعافى يلحق. يا رب حد يرجع لنا قبل ماتش المقاولين، لأن طبعا الفرقة لازم تتعدل عدلتها الصح بقى. أحمد فتحي ربما يلحق ماتش المقاولين إن شاء الله. عايزين فرقة تتعدل عدلتها الصح ونبتدي يعني برضو أزارو جه ووصل للجون وكاد أن يهدف. إذا صلاح محسن موجود، وأنت شفت أجيري هنشوف أجيري رأيه يعني فيه كيف أشاد بمهاجمي الأهلي مروان وصلاح محسن. طيب ليه هم مع المنتخب بيظهروا هذه البسالة وهذه الثقة ومع النادي الاهلي لسه مش عارفين نستفيد منه بالشكل الواجب يعني. ف يعني فرقه عندها ثلاث مهاجمين ناقصها حاجات بالتاكيد ان انت مش عارف تحافظ على تقدمك، هي اسباب تخص الجانب الدفاعي مش عايزه مناقشه. والجانب الدفاعي على فكره مش معناها الباكين والسرد باكين، انما الاسلوب الدفاعي بتاع الفريق من بداية خط الهجوم وخط الوسط وانه يندمج مع بعضه ويساعد بعضه، لا دي شخصية الاهلي اللي احنا شوية مش شايفينها الفترة الاخيرة. عشان كده هي دي النتائج، لما تغيب شخصية الاهلي يغيب الاهلي، فتكون كل النتائج السلبية اللي حضراتكم متابعينها واردة ومتاحة. في كلام كتير حوالين كثرة اصابات، حقيقة واقعة، أسبابها دي مسائل لابد من دراستها، لأنه مش صدفة أبدا ومش مفهوم كثرة الإصابات باستمرار في عناصر حتى كتيرة وإصابات طويلة المدى شوية. لكن حتى ملف الإصابات والملف البدني والملف الطبي من الملفات المهمة جدا اللي بيتم دراستها وبحثها. فبالتالي عايز أقول لحضراتكم مع كل هذه الصورة القاتمة ومع كل هذه التداعيات السلبية، ما يبذل من جهود يخلينا نقول لحضراتكم
الاهلي ما بيغيبش كتير، وحركه التاريخ حتى انك باستمرار كل مرحله لغايه لما بتوصل لاعلى درجه في الكيرف بتاعك، لما بتبدا تنزل بتبدا تبني تجربه جديده. الاهلي ممكن يخرج من بطوله او بطولتين عشان يرتب الاوضاع لمرحله كتيره اللي جايه. الصح ايه؟ انه لازم يبني. الصح ايه؟ انه لازم يدعم. الصح ايه؟ انه لازم يعالج الاخطاء اللي بيعترف بيها. غير كده مش ده مش اللي هيحصل، يعني مش هتعتقدوا ابدا زي ما الناس عايزه تصدر احباط دائم او تصدر هو ده احساس بانهيار. بص في اخطاء كتيره هو ده اللي هيحصل الفتره من اللحظه دي على الايام القادمه، الاجهاز على الاهلي، فرصه الحق. هو نزل على ركبه، لا لازم ما يقومش بقى تاني. فايه عايز انا بس شبابنا ننسى كلنا توجهاتنا وخلافاتنا وارائنا في بعض، وسيبك من الكلام ده كله، مش هيكسب حد. اللي يكسب ان احنا كلنا دلوقتي نلملم نفسنا ورا النادي الاهلي ونشعر الفريق احنا ما زلنا هناخد بايدكم واحده واحده لما تستردوا عافيتكم. انما اي دربكه تحصل وضغط على الوضع القائم يعني عايز التقليل من شأن الفريق، انا يعني حتى عندما يكون هناك امر مظبوط انت ما بتتكلمش فيه، بتعالجه، لكن الكلام فيه هيعمل ايه؟ الصوره واضحه يا جماعنا، يا جماعه لجماهيرنا، لشبابنا، لكل الناس، الصوره واضحه تماما عند المسؤولين في النادي الاهلي، كابتن الخطيب ومجلس ادارته والناس المعنيين، واضحه تماما وعارفين اسبابها. باذن الله هيحصل علاج يعني سريع لبعض الامور، والفريق يا سعيد شخصيته الفنيه ده شغل فني، يعني ده شغل فني. انما برضو ما جدوى ان انا افضل اهاجم، مش يعني اذا كنتوا عايزين توصلوا للمسؤولين من خلال الهجوم ان الصوره لا ده مش الاهلي، هي واصله. أنا كل رأيي يعترف ويقر انه ده مش الاهلي، واصله الصوره، واصله. اعتقد ان سفر الكابتن سيد ده معناه ان مش يعني كابتن خطيب مش عايز يستنى لما يجي، عايز يبتدي يستعيد نشاطه ويستعيد قراراته ويستعيد رؤيته، ولازم الناس كلها تساعد في هذا الاتجاه. لازم الناس لازم أن تساعد بايه؟ الجمهور زعلان، الجمهور حزين، جمهور متضايق، كل دي مشاعر طبيعيه جدا، لان محدش اعتاد ان يلاقي الاهلي كده، والاهلي ما ينفعش يبقى كده، وما ينفعش يستمر على كده. لكن الاهلي يملك الحلين، يملك جزء من الحل العاجل السريع، ويملك القدره على الحل القريب. الحل السريع العاجل لدى الفنيين في طاقات اللعيبه اللي موجوده، في لعيبه اكفاء ما بياخدينش فرص ممكن يبداوا ياخدوا فرص، في عناصر صاعده واعده متميزه جدا ممكن يتم الدفع بيها، في عناصر مصابه هتبدا تتعالج وترجع. ده على المدى القريب بتاع بكره وبعده، مش بتاع المدى البعيد. على المدى البعيد لازم الناس تبقى عارفه انه الاهلي مهتم جدا 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 بتدعيم الفرقه، مهتم جدا جدا بابرام صفقات تضيف للفريق وقوته. بس زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، احنا لازم نراعي حاجتين. مفيش تدعيم ولا حد هيبقى مسموح له قانونا يلعب الا في يناير. من هنا ليناير عندك حوالي اكتر من 10 مباريات مضغوطه مهمه جدا، تقريبا تحدد فرص المنافسه في الدوري. انت 10 مباريات متتاليه من هنا لغايه بدايه القيد الشتوي، مباريات مضغوطه في اوقات زمنيه قصيره جدا. تقدر تعديها؟ تقدر تعديها. عندك القماشة؟ عندك القماشة، حتى لو كانت من القماشة غير المستغلة أو من العناصر اللي ما بيستخدمهاش الجهاز الفني اللي موجود بنسبة عالية، لكن موجودة، موجودة وفي عناصر مبشرة جدا، وإلا ما كناش نلاقي المنتخب الأولمبي. لما تسمعوا كلام الكابتن شوقي غريب أو حتى كلام أجري المدير الفني للمنتخب الأول، إشادة بعناصر الأهلي الصاعدة اللي موجودة في المنتخب الأولمبي واللي في المنتخب الأول. إذن أنت على المدى القريب محتاج تمكين الكفاءات، محتاج تمكين المواهب،
محتاج الدفع بولادك اللي موجودين. ثم العنصر الاهم استغلال كافه الموارد المتاحه باحسن صوره. بالظبط. يعني اخرج من كل لعيب بقى افضل ما عنده. افضل ما عنده، وهي دي، هي دي المسؤوليه. وهي دي البراعه، ان اللعيب اطلع منه افضل شيء. اذا عملنا كده، لا اللي موجود عند لعبتنا لا بعيد قوي عن اللي بيدوه. بالظبط. يعني افضل شيء ده بعيد قوي عن اللي بيدوه، عن المردود ده. عن المردود ده. والمردود ده مش نتيجه حد مش عايز، لكن حد مش قادر. يعني في شيء نفسي، في شيء فني، في شيء تكتيكي. بدني ربما، لكن تكتيكي طبعا. ده الاساس. انما لابد كل الناس بمنتهى الصراحه تقعد تدرس مع نفسها، وكل واحد في مكانه يقدم الحلول اللي يقدر عليها ويخرج من اللعيبه. النهارده هي دي العبقريه. العبقريه ان اخلي اللعيب يخرج افضل ما لديه، لان افضل ما لديه بيظهر في المنتخبات. صحيح. لعيبه تشوفها تقول الله، طب ما هو العناصر اغلب المنتخبات اكبر عدد من لعيبه الاهلي. يبقى انت فين مشكلتك؟ يعني التوظيف والاختيار. مشكلتي ربما ان انا عايز ازود عناصر الخبره الثقيله شويه. ممكن، لكن برضو دي عايزه في عندك ناس عطلانه، لازم تشوف ايه عطلانين ليه. يعني بصراحه، يعني صحيح، يعني موقف مؤمن لازم يبقى واضح اكتر من كده. موقف مؤمن وعدم الاستغلال الجيد، او الاستغلال، انت قلت عدم استثمار القدرات المتاحه. يعني انا بصراحه لعيب زي احمد الشيخ بهذه القدرات، واخد بالك؟ ما هو انا مش عارف، ليس مفهوما انه ما ياخدش كل الفرص دي. لا يعني ناصر ماهر، انا دلوقتي يعني مش هنخدها بقى، عشان ما احنا اتفقنا احنا عايزين نساعد، مش عايزين نقعد ننتقد انما انا بقول في الحاجات الغامضه بس عايزه تتحسم. انا ليه اشرت الى لانه موقف مش مفهوم. هو من عناصر خبره، لعيب مؤثر بوجوده في الملعب، بيؤثر خططيا. طب هو ليه بعيد؟ لازم يتقال، او بلاش يتقال، لازم يتحس ايه النيه معاه، هو نيته ايه واحنا نيتنا ايه. انما كده موقف معلق كده مش مفهوم، عشان كده انا ذكرته. اما الباقي دي عناصر تحت طوع ورهن اشاره الجهاز الفني وهو صاحب القرار. بنتمنى ان باذن الله يعني يقدر يستثمر القدرات، يعمل لهم حاجه تخليهم يستردوا طاقاتهم، يستردوا موهبتهم، يستردوا رغبتهم وطموحهم، لان هي دي اللي هتخلي انك انت لحد ما تدعم على الاقل لا تتعثر. انك محتاج ريستارت بقى. يعني خد اللي عندك، خد منه اقصى ما يمكن. يعني دي مراحل استعاده شخصيه الاهلي. وخلينا ناكد على انه ضروره استعاده شخصيه الاهلي، شخصيه البطل، روح الاهلي اللي بترفض الهزيمه، واللي بترفض الاستسلام، واللي بتنضبط، واللي بتلتزم تكتيكيا وفنيا وسلوكيا، واللي دايما وابدا راغبه في المكسب. هي ديت الروح اللي حتى لو في بعض القصور او الاخطاء التكتيكيه في الملعب، الامور بهذه الروح وبهذه الرغبه وبهذه بتتجاوزها، بتقدر تتخطى او تتجاوز اثرها. هي دي عشان كده زي ما قلت لحضراتكم، هتتابعوا ان شاء الله خلال الفتره القريبه جدا اللي جايه مراحل العلاج المتتاليه على المدى القصير وعلى المدى اللي ممكن يكون في يناير، ثم نهايه الموسم في الصيف، وما يستتبعه من ضمن الطاقة استراتيجيات كبيرة لعودة الأهلي أو استعادة البطل إن شاء الله. من ضمن الطاقة المعطلة موقف المصابين. لازم موقف المصابين، وهنا في استعراض لموقفهم واحد واحد. لأن المصابين دول مؤثرين جدا، ناس مهمة يعني. فأعتقد إن احنا تعالى نستعرضهم مع بعض كده ونتناقش فيهم أستاذ إبراهيم واحدة واحدة. اتفضل. يعني هنقول ايه؟ علي معلول موقفه ايه؟ يؤدي ده على لسان الدكتور خالد محمود. يؤدي التأهيل بشكل طيب، بشكل طيب يعني ان في تقدم ملحوظ يعني.
متحسن مستمر يوميا، سيكون موعد عودته المراني جماعي منتصف شهر ديسمبر، يعني قدام منه 20 يوم. ده اللي ماشي كويس. يعني علي معلول قدامه 20 يوم ويبقى في هيفوتوا بقى كم ماتش علي معلول؟ طبعا مش اقل من 20 يوم عشان نرجع المران الجماعي، وخد اسبوع عشان يبتدي يدخل كوره، يدخل لا يدخل ماتشات، يبتدي يديك لا ست ماتشات يغيب يعني دي كده. طب جونيور اجايه هو هنا بيقول لك مش مقيد في القائمه، هيدخل منتصف شهر 12 برضو، لكنه مش مسجل، فمش هتشوفه الا في يناير، مش هتشوفه الا في يناير. ومفيش تعجل بقى يعني، خد راحتك قوي معاه، لانه مش متسجل. رامي ربيعه رامي ربيعه الذي كثر الكلام حوله، لانه الحقيقه اصابه رامي ربيعه من اخطر واغرب الاصابات اللي تحدث للاعب، قطع العضله الضامه. فرامي ربيعه الخبر الجميل هنا، تعافى تماما من الاصابه وانضم للتدريبات الجماعيه، ولكنه ايضا غير مقيد، ماشي على مهلنا، فمش هتشوفه الا في يناير. يبقى الاثنين دول في يناير ومعلول في نص ديسمبر. يعني لحد دلوقتي يعني ما تعملش حسابك عليهم في المؤجلات. الثلاثة دول. طيب الكابتن احمد فتحي لم يسافر مع الى الامارات، ولكنه جاهز لمباراة المقاولون، ده خبر جيد. ادي واحد. ادي اول واحد. عودة الكابتن احمد فتحي. عمرو السولية ينفذ فترة العلاج من التمزق في الرباط الصليبي لمدة شهر ونصف من تاريخ الإصابة. الإصابة كان هيرجع في نص ديسمبر الأولاني. نص ديسمبر دي كلمة السر، يكون فات الماتشات المهمة، يبقى أنت مش هيرجع لك من القوام الأساسي، دول القوام الأساسي لفرقة الأهلي الخمسة دول. ده قوام أساسي لفريق الأهلي مع معلول، أجاييه، ربيعه، فتحي، السولية. هيرجع لك منهم كابتن احمد فتحي، والباقي اثنين في نص ديسمبر واثنين في يناير. طيب بس ما كنا عايزين نعرف برضو هاني اخباره ايه. هاني وباسم، يعني محمد هاني وباسم، لو يقدروا يعرفوا لنا باي طريقه يعني. والله انا ما قدرت اميز الترجمه خالص. الصوت فيه ايكو كده وما فهمناش، بس اربيتر سمعت انه بيتكلم على التحكيم يعني، لكن في سؤال في الاخر رفض اجابه، مش عارف انا اذا كان حد من الاعداد سمع الاجابه صح يقول لنا ايه يعني، هو كان يقصد ايه، لكن هو هيتكلم يقول لي كارترون هيتكلم. هو اتسال انت هتمشي ولا لا؟ فبيقول لهم انتوا سمعتوا منهم الكلام ده، فاسالوهم. ايوه اسالوا اللي قال كده يعني. يعني ما عنديش اجابه. يعني وهيكون عنده سؤال برضه، ما علينا. طيب هنتعرض طبعا لظروف مباراه الوصل بالكامل وبالتفاصيل اللي ممكن نقول لحضراتكم عليها، هي ليه الامور وصلت لهذه الدرجه، لكن نشوف كمان من ارض الملعب في ملعب زعبيل في دبي كابتن خالد بيبو ايضا في قناه ابو ظبي بعد الخروج، شاف بعض ملامح القصور الفني او التكتيك اللي في الملعب زي ما قاله الكابتن خالد بيبو، غياب شخصيه البطل، الناس لازم تكون عندها درجه من الحميه والحماس عن كده شويه. اتكلم على بعض الجوانب التكتيكيه المهمه في التغييرات وفي اختيار التشكيل، هي وجهات نظر، لكنه في النهايه في اخطاء متكرره في اختيار التشكيل والدفع بعناصر. لو لغيظك كمان الاخطاء بكل ده كل الماتشات تطلع كسبان. اخطاء لا مبرر لها، ما هو مش ضد الكبرياء انك تلعب الكره بالبوكس يا جماعه، محاوله امساك الكره القاسم المشترك في اخطاء حراس المرمى، خاصه ان بعدت عنك خلاص، انت طالع يعني وشفت خلاص قرارك بالبوكس الاسلم، انما يبقى كل ماتش عايزين نمسك الكوره وننزل بيها، مش ضروري. مش ضروري يمسك بالكوره، ده خطا في التكنيك. يعني
كلنا بنقول اما تكون مش مسيطر قوي وفي الزحمه، حتى لو تقدر تمسكها وانت في الزحمه ممكن حد يدفعك تنزل تقع الكره من ايدك. بوكس خد على الجنب على طول. خلاص. لكن برضو كمان بالذات هي مهيئه له، يعني هو رجع الشناوي رجع بظهره وخلاص ايده مش هتوصل لها، وبالعافيه لو نطرها بايده لبره الكره اوت. يعني هي الكره شوف من الدربكه كده كل ما تيجي تطلعها تروح لحد يرجع حالك لحد ما جت جول خلاص. ما هي لما وقعت منه لحد لعبها بالعرض طلعتها راحت لحد، فاهم ازاي؟ يعني مصممه. هي هو ده الخطا بتاع الهدف. وانت قبليها وبعديها ما فيش حاجه. خلاص انت ما طلعت من البطوله العربيه. كل في هي خساره معنويه خساره ماديه. لكن هل يعتبر التعامل مع البطوله نفسها، لانه انا ما اقدرش افصل المباراتين عن بعض، ما هو ما كانش برضو مفهوم ولا سهل ان انت تتعادل في ملعبك 2-2. شوف احنا قلنا الكلام، انت رايح من الموقف الصعب وراجع حاطط كل امالك على الماتش ده علشان يعوضك من اخفاقات، فبرضه الظروف منتصعه، لكن هي نتائج بتحصل، حصلت مع البني الاثيوبي وحصلت قبل كده مع نادي نيجيري. يعني بني الاثيوبي مع تسوبل كان وقتها الكابتن احمد ماهر بتاخد اللقب العربي، يعني كان فاهمني انا بقول لك نتائج بتحصل على الارض. طب مع مستر مانو جوسيه 2-2 هناك، اتعادلنا 1-1 بالجون بتاع هاني العجيزي وقلنا الماتش سهل. كنا متخلفين 2-0، اتعادلنا 2-2 ما لحقناش نجيب الجون الثالث. بس كنت عامل ايه بقى في الملعب؟ هو ده الفارق. انت ضاغط وان سايد جيم. انت وانت بتتعادل 2-2 انت وحش في الملعب، لكن هم شاطوا كورتين من السمت يعني من 30 يارده من 35 يارده لبسوا في المقاس، خلاص هتعمل ايه؟ سانتوس الانجولي 3-0 هنا 3-3 هناك، بس منهم برضه كورتين من 30 35 يارده في المقاسات، هتعمل ايه؟ بس انت في مجمل الماتش عامل ايه؟ شخصيتك موجوده، انت موجود بتلعب بتوصل للجول بتضيع بتعمل. ف ماتش البن الاثيوبي اللي انت بتقول احمد ماهر وما كانش، وكان في فرقه فعلا تانية بتلعب في نفس اللحظه، طب ما انت تقدمت بكشري مرتين وماسك الماتش معظمه، هو ده الاهلي. تخسر تبقى هزيمه ظروف، لكن تبقى هزيمه يعني حاله هو ده اللي مزعل الواحد. شوف هو الكل اتكلم على غياب شخصية الأهلي، حتى خالد بيبو دمجها في اللفظ ده من الناحية الفنية يا باشمهندس، عشان نبقى برضو لا واضح انه بيلعب بطريقة مختلفة بس خالص بس هي علشان يكون تعتمد على كور طويلة مش على الاستحواذ ولا انت عمال تلعب كور طويلة مش بتاعتك ومش بتاعت عناصرك. وليد سليمان لاعب طرف من افضل اللعيبه ان لم يكن احسن اللعيبه اللي في مصر، دخلت في حطيته في القلب كصانع لعب، لو استعنت بيه في مكانه الطبيعي احتفظت بالجناح بقوته، وانت لا تفتقد ده. انت عندك اتنين في تقديرنا المتواضع امهر اتنين يقوموا بدور صانع اللعب لمنتخب مصر. ناصر ماهر اجيري كان بيتكلم عليه للمنتخب الاول، يعني هو اللاعب الاساسي صانع الالعاب الاساسي للمنتخب الاولمبي، والمدير الفني للمنتخب الاول عايز ينسق مع الكابتن شاوي عشان ياخده، وعندك احمد حمدي، يعني انت لا تنقصك العناصر ذات الكفاءه العاليه جدا. خرج منها بقى احسن حاجه. حطها في مكانها الطبيعي، لو ما حافظتش على البلاي ميكر المهاري الموهوب اللي هو يعتبر الفتيس بتاع الفرقه، دي شخصيه الاهلي الفنيه اللي من اول ما مانويل جوزيه عملها فضلت خلاص النسق التكتيكي بتاع الاهلي اتظبط على هذا النحو. اللعيبه حتى قدرات التحرك بتاعتها ماشي على هذا المنوال. يعني يا استاذ ابراهيم نرجع نلعب كل مشاكلنا مع اعتذر الكابتن عبد الله، هل في البديل؟ لما تواجد البديل بتلعب بطريقه ثانيه. بالظبط، البديل ده يعني ناصر السنه اللي فاتت انت شفته في سموحه عامل ايه؟ لو ما كانش الاهلي اعاره لسموحه لا انا شفته لا شفته من ثلاث ايام. بالظبط من ثلاث ايام مع المنتخب الاولمبي. طيب. فهو ده اللي احنا بنقوله. وحتى لو ما ادانيش لازم يبقى في اسباب، انا مسؤول ان اخرج منه افضل حاجه، ما هي دي النقطه. لما يكون عندي طالب مشهور عنه انه مجتهد ومتفوق، اجي الاقيه سرحان ونمره مش كويسه،
المدرس صاحب الرساله بياخده على جنب، قول لي عندك ظروف شخصيه، مالك، في ايه، واحده واحده انا مخرجه من ظروفه، لان مش طبيعي ده مش اداؤه. نفس الشيء اللعيب الموهوب لما يكون مش اداؤه او مش اهتمامه لابد ان يحتاج بعض الوقت انه حد يكلمه، يقعد معاه، يفهمه، ده ممكن يحذره، ممكن يوبخه، بس يتعامل معاه انه كائن حي وموجود. بالظبط. لا كمان في نقطه يا باشمهندس، انا لازم أن افهم واعرف انه لما اجي اقوم سلوك او خطا لاعب شاب لسه صغير عنده 19 20 سنه غير الكبير. الكبير عنده من تراكم الخبرات اللي المفترض تخليه يتصرف صح، بس هو عشان بدا يبقى كبير او وصل لمرحله انه كبير وبيتصرف صح مر بخبرات كتيره يعني جدا ومواقف كتيره جدا لغايه لما وصل للمرحله المسؤوله. الصغير ده لازم تاخد بايده ولازم تتحمل له الاخطاء البسيطه، خاصه انه احنا ما بنتكلمش على اخطاء لا يجب التغاضي عنها، اخطاء بسيطه في مسيره لاعب لسه طالع، لازم هصوبه ولازم هواجهه ولازم هقول له ايه الصح وايه الغلط لغايه لما الامور تستقر على منحى صح. شوف قد، وهذا ليس تبرير، او قد نلتمس العذر، ما احنا تملي واحنا بنتكلم من بره غير لما نكون مسؤولين قوي عن الفريق. قد يقول لك ها ما اصله تداعى المباراه، ما عنديش وقت بقى انا ايه اعمل الكلام ده، ماشي، بس خلاص الظرف اللي احنا فيه النهارده محتاج الكلام ده قوي. هو كان ده يمكن ده يسبق حاجات كتير جدا. ده كان الاساس الحقيقه. عموما سمعنا راي كريم احمد موفد قناه الاهلي في دبي، نشوف ايضا في الاجواء العامه في الامارات الزميل وليد فاروق الصحفي بجريده الاتحاد واللي عايش الحدث على ارض الواقع. استاذ وليد اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم، واهلا باشمهندس عدلي، وهارد لك للاهلي. هارد لك وليد. قول لي الحاله عندك عامله ازاي زي ما عشتها انت؟ والله يا استاذ ابراهيم بجد بجد حاله صعبه. يعني احنا من زمان يمكن ما عشناش الاجواء دي. طبعا ما طبعا فرق النفس والجماهيريه مبتعدين شويه عن الاحداث الرياضيه في مصر. هنا الاهلي وجماهيره رجعونا للاحداث ثاني. والله الجماهير يا استاذ ابراهيم لو تشوف الحضور وتشوف المشاعر وحاجات كثيره جدا وتشوف رد الفعل بعد المباراه، والله 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 يعني المفترض ان اللقطات التلفزيونيه ديت يعني الفريق الاهلي يحتفظ بيها ويفرجها للعيبه فيما بعد. مشاعر صعبه جدا جدا يا استاذ ابراهيم. الناس بتجي من بدري جدا، على فكره الحضور الجماهيري دايما في المباريات اللي بتقام هنا في دوله الامارات الناس بتيجي قبل الماتش بنص ساعه، ثلث ساعه، ما فيش زحام والحضور بيبقى سهل. الملعب رسميا شرطه دبي اعلنت انه هيتفتح الساعه 5:30 بتوقيت الامارات، يعني قبل المباراه بساعتين. الجماهير المصريه كانت موجوده قبلها بثلاث ساعات واربع ساعات. الملعب القسم المخصص لجماهير الاهلي واكثر منه، يعني في بعض سمحوا شويه بدخول اكثر نسبه من قبل الميعاد المحدد، الناس موجوده والناس حاضره واسر وعائلات والجماهير المصريه بصفه عامه. بصراحه كانت لحظات مؤثره والناس من بدايه تشجيع ورسائل مهمه جدا للعيبه ورسائل مهمه للاداره ومشاعر صراحه كانت يعني تحرك الحجر. طبعا رد الفعل كان سلبي جدا بعد المباراه. جماهير هجمت اللعيبه واتهموا عدد كبير منهم ان هم يعني فانيله الاهلي كبيره عليهم. خاصوا بالتحيه لعدد معين من اللعيبه، طبعا وليد سليمان، حسام عاشور، دول اكتر لعيبه خدوا تحيه الجماهير بعد المباراه. كارتيرون برضو نادوا من الحب جانب. طبعا الكلام ده ما بيحصلش في العادي، لكن حصل طبعا وفقا الغضب الغضب يعني الغضب. الغضب بالظبط. الفريق طبعا ما اقدرش انكر الفريق طبعا كله حزين بشكل كبير جدا 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 جدا. كان معاهم يعني في امل ان هم حققوا الفوز ويتاهلوا الدور الثاني وكانوا قادرين على كده. اعتقد ان بعيد عن الامور الفنيه طبعا الفشل في التاهل للدور الثاني او الدور الربع النهائي
احسن من مباراه الذهاب يا استاذ ابراهيم. صحيح. مباراه الذهاب اعتقد ان تم معاملتها على اعتبار انها بطوله درجه ثانيه. ما كانش تم فيها، كان ممكن وسهل جدا كان الاهلي يحقق فوز والنتيجه متريحه جدا في المباراه الاولى. وتلاحظ ان نفس الاخطاء بتحصل كانت في اخر 10 دقائق من المباراه الاولى هي نفس اللي حصلت في المباراه الثانيه. وده سيناريو مدرب الوصل قال عليه ان هو بيستنى، كان مستني اخطاء الاهلي. هو قال انا عارف قوه الفريق الاهلي وعارف ان هو داخل المباراه بحياه او موت، والسيناريو بتاعه ان هو بيهدي اللعبه مستني اخطاء. وده اللي عمله فعلا. نفس اللي حصل في الشوط في المباراه الاولى ان هو ما لعبش غير اخر 10 دقائق وجاب جونين، عملوا نفس القصه هنا ومن خطا جاب هدف التعادل. فالخساره اعتقد ان هي كانت من مباراه برج العرب في اسكندريه. هنا اللاعبين بذلوا جهد بس كان في حاجات مفقوده وكان في بعض علامات الاستفهام. ما اعرفش هل يا ترى يعني الاوضاع تسمح تتقال ولا لا؟ لا هي يعني ما هو مستوى الاداء الفني مؤكد انت راجل بتكلمك، انت بترصد امور يعني ده حقك يعني، وما عندناش مشكله نسمع منك اللي انت عايزه. والله يا استاذ باشمهندس عدلي يعني وليد ازارو جاي تعبان، خلينا معترفين بالموضوع ده. وليد ازارو جاي بعد الساعه 11 بالليل بتوقيتنا، ما شاركش في التدريب الاخير امبارح، يعني لا شارك في التدريب الاول. ما هو عشان كده ما ابتداش بيه. ما صح ما ابتداش بيه، بس وليد لو في حالته الانفراد اللي جاله يخلصه. اه طبعا. يعني في بعض عموما يعني في بعض يعني الامور الفنيه طبعا مش ماليش ان انا اتكلم فيها، ولكن الخساره بصراحه كانت شديده، واعتقد ان في تبعات للخساره كمان على مستوى العقوبات. اعتقد ان في عقوبات بس في نقطه مهمه بما انك ذكرت كده يجب ان يحيى، لان كان في كلام كتير ها واشاعات كتير حوالين عودته. هو يجب ان يحيى حرصه انه يرجع ويلحق بالمباراه. دي لازم طبعاً. دي نقطة. هو مش مسؤول عن ضغط بقى الماتش مشاركته امبارح مع المنتخب، يعني دي حاجة خارجة ايده، انما هو يجب ان يقدر في هذه الجزئية. اكيد اكيد يا باشمهندس، طبعا اكيد ان هو يقدر، ده مش مسؤوليته، ده هو الراجل بيعمل اللي عليه. وليد انت بتقول لي في عقوبات مش كده؟ في يعني في احتمال كبير لتوقيع عقوبات، خاصة ان بعد نهاية المباراة حصل بعض المناوشات ترتب عليها طرد حسام عاشور بعد نهايه المباراه. الحكم المغربي طرده، طلع له البطاقه الحمراء. واعتقد برضو كان في بعض الكلام مع كارسيرون. المشكله كان في حضور كبير من الاتحاد العربي، كان من ضمنهم طلال الشيخ مدير البطوله. واعتقد ان هو الحكم كلف بكتابه تقرير فوري عن الاحداث وممكن يتم النظر فيها وقد اتخذ بعض العقوبات. طب نقطة فنية هنا بقى، إذا كنت إذا كان عندك إجابة يعني. الاتحاد العربي إذا اتخذ عقوبات مدى يعني هي ملزمة أمام مسابقات الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي ولا لا؟ هي قاصرة على المسابقات العربية. هي عارف الإجابة بس عايز أسمع. هي قاصرة على البطولات العربية، ولكن في وقعة اعتقد اللي كانت حصلت في البطوله السابقه مع الفيصلي. لا دي ناس ضربت حكم، ده موضوع ثاني. انا بتكلم عن العقوبات بصفه عامه. لا طبعا في فرق كبير ما بين الاحداث. لا انا احداث الفيصلي تم اختار الفيفا بيها لانه ده كان حكم دولي اتضرب. هل يا ترى ساعتها ان العقوبات دي شامله ولا ده على فكره يرجع للاتحاد المصري، ان هم لما يخبوا الاتحاد المصري. اعتقد ان هي الاحداث ما تستاهلش يعني اكتر من انها توقيعها على يعني هي يعني انت سميتها مناوشات يعني. هي مناوشات ماشي. اعتقد الفريق بكره ان شاء الله باذن الله هيسافر على الظهر. سؤال اتفضل اتفضل. مدى تاثير خروج الاهلي من البطوله على المسؤولين بقى في الاتحاد لان يعني استمرار الاهلي كان يعني هيضيف الى العوائد التجاريه والعوائد والاقبال ولا انا صحيح؟ اكيد 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 يا باشمهندس طبعا. يعني لمست اي حاجه يعني طبعا.
يا باشمهندس، طبعا كان كل الناس متوقعه استمرار الاهلي، استمرار لنجاح البطوله. يعني خلينا معترفين، الاهلي باسمه وشعبيته وجماهيريته وحضوره ومستواه طبعا اكيد اضافه فنيه واضافه تسويقيه وترويجيه كبيره جدا جدا للبطوله. فاكيد ان خروجه دوت برضه خلينا ما كانش متوقع اساسا، يعني الخروج ده ما كانش متوقع، خاصه انك انت بتتقدم بهدف. ما دي المشكله، انت هنا تقدمت بهدف وهناك تقدمت بهدف. دي بالمناسبة النقطة اللي قالها كارتيرون في المؤتمر، وانا يعني مستغرب، هو نفسه قال ان احنا تقدمنا بالهدف، لو كنا احرزنا الهدف الثاني كنا قتلنا المباراة، نفس اللي حصل في المباراة الأولى لو احنا اضفنا الهدف الثاني. يعني طب ما هو واضح نفس اللي هو نفس السيناريو يعني. ومين اللي هيسجل؟ مين اللي هيسجل؟ يعني ما هو في النهاية ده رأي المدرب، طب مين اللي كان المفروض يسجل وما سجلش؟ يعني ده اللاعبين. طب بالظبط. هو طب يعني طبعا اتهم ان قرار التحكيم ما كانش في عادله، مش لصالح حد على حد، ما كانتش عادله، وقال انه تقريبا بعد الهدف الاول، الهدف الاهلي اللي احرزه، قال ان التحكيم ما لمصلحه الوسط حوالي ال 20 دقيقه الاخيره، وفي ردا كمان على سؤال ان هو هل يا ترى مصيره مع الاهلي من استمرار وبقائه او رحيله، قال انه ما يعرفش حاجه عن الموضوع دوت، ولو حد اتكلم عن موضوع رحيله او وصلته فهو المسؤول عن الكلام ده اللي قالوه، هم اللي يسالوا في هذا وليس هو. قال ان اللعيبه بذلوا جهد كبير جدا يمكن اكثر من المباراه اللي فاتت، لكن التوفيق ما كانش حليفهم والاخطاء بتحصل، وانه عندهم مباريات جايه لازم يهتموا بيها، مباريات مضغوطه، والمسابقات المحليه تحتاج برضو كتير من الاهتمام والمتابعه. تمام، بنشكرك يا وليد. شكرا يا حبيبي. شكرا جزيلا للزميل العزيز وليد فاروق الصحفي بالاتحاد الاماراتيه. واعتقد هو يعني كمل لحضرات كل شيء. لا ده هو ده، انا صوره بقى لان الصوت بتاع المؤتمر ما كانش واضح قوي بالظبط، فهو حكى لنا ما حدث وحكى لنا الاحداث اللي حصلت وتداعياتها، ونرجو بقى يعني اهو هنقلب صفحه. طيب كالعاده نشوف بقى في التحليل الفني ايضا في قناه ابو ظبي الكابتن خالد بيومي ورؤيته لما حدث. تحديد من وجهه نظره، وقال يعني ان هو كان ممكن يصر على رايه ده حتى لو فاز الاهلي 1-0، بس هو لمس نقطه معنويه مهمه جدا، ان الجمهور قلقان بعد الماتش الاولاني، وهو ده ومش ده النادي الاهلي الحقيقه. هو احنا مش معودين الناس على كده، يعني النادي الاهلي متعود انه ينطلق من الازمه الى الافضل. كان في افضل النهارده من اللي كان في القاهره، لانك انت برضه زي ما الكابتن خالد بيبو اظن قال ان هم تعاملوا مع المباراه الاولى لا ده وليد اللي قال ان تعاملوا مع المباراه الاولى مش باستهانه، يعني البطوله لان كانت درجه تانية افريقيه هي الاهم، مش في الاولويه الاولى بالظبط. يعني انت لو الماتشين دول متاجلين انت ودي ماتش الذهاب هتنبسط انت من 1-1 هناك دي، وهتيجي تقول اخلص على ارضي، لكن انت كان في شعور حتى عند الجهاز الفني ان الجمهور ما عندوش مشكله لو خرج، لانه كان كل الناس حاطه هدفها في البطوله الافريقيه. فهي دلوقتي اكتسبت البطوله العربيه اهميتها من الخروج الافريقي العوض، ان بقت مهمه بقى. طب يعني اهو برضه في الاخر هيبقى لقب كويس، وهيبقى فيه فلوس كويسه، وهيدي فرصه للاهلي انه حتى يجرب كل الناس. خلاص ما حدث ينبغى ان نتوقف امام دروسه، وان احنا نتهيأ للمستقبل. الاهلي لا يلقي بالفوطه او يخلع القفاز، الاهلي لديه مباراه يوم 27 هي دي اللي هتكون عنق الزجاجه باذن الله. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف كيف يمكن ان يستعيد الاهلي شخصيه الاهلي، ايه اللي مطلوب من كل فرد يتعمل في الفترة القصيرة جدا اللي جاية. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. هي حلقة زي ما المهندس عادل استهل بيها صعبة النهاردة، يعني حلقة في اللحظات الصعبة،
واحنا مقدرين وعايشين صعوبة الحدث وتأثيراته، لكن من امتى الاهلي زي ما المهندس عدلي قال بيرمي فوطة؟ من امتى الاهلي لم يحول الركام بتاع الهزيمة الى وقود كبير جدا ينطلق بيه؟ لو ما عملش ده ما يبقاش الاهلي، عشان نبقى صرح، لو ما رجعش من تعثراته لانطلاقه قويه جدا ما يبقاش الاهلي، ولو ما اخدش من الخروج من اي بطوله دروس وعظات قويه جدا تنور له الطريق للمرحله اللي جايه فيخرج من بطوله عشان يكسب عدد كبير من البطولات ما يبقاش الاهلي. بس زي ما قلت لكم في البدايه، كل ما يتم بحثه والاهتمام بيه هو في هذا الاتجاه. هتسمعوا كلام كتير، هتسمعوا نبرات تصدير احباط ممنهجه، وخليني اقول لكم ممنهجه لان هي خطه وشغاله بجد للاجهاز على الاهلي. الظروف مساعداه. الظروف مساعده هذا التيار. المؤلم ان تاتي الطعنات بعضها من الداخل، بعضها ممن تتصور انه مهما كانت درجه الخلاف بينك وبينهم كاهلي او كقائمين ها على شؤون الاهلي لا يمكن تصل الى ان يستفيدوا من هذه الاحداث ويحركوا هذا الغضب في اتجاه يضر الاهلي. يعني كان دايما يا تسكت يا تساعد، هو ده الاهلي حتى معارضته. حتى كان الاستاذ اسامه خليل وهو يعترف بهذا الامر يقول لك الفرق في معارضه الاهلي. النهارده معارضه الاهلي او ما يسمى عليه يعني معارضه الاهلي لا بتشتغل بشراسه شديده جدا. النتائج بتساعد، الاخطاء الفنيه بتساعد، اخطاء الاجهزه الفنيه بتساعد، تقصيرات وقصورات بعض القدرات لدى بعض اللاعبين بتساعد، الظروف العامه بتساعد، لان برضو كل ده موجود يا جماعه. ما هو في فريق كبير زي الاهلي لما يتعرض لخروج من بطولتين كبار ورا بعض محدش ينفع يدفن راسه في التراب. بس مفيش سبب واحد، دايما وابدا الحاجه الكبيره كل سبب مشارك بنسبه. اصابات اللاعبين، لانه مش من فراغ ان انت عندك عدد مؤثر جدا مصاب فيشارك بنسبه. اخطاء فنيه في تقدير الامور من قبل الجهاز الفني يشارك بمسؤوليه بنسبه. اخطاء ايضا من قبل اللاعبين اللي بتتاح ليهم الفرصه وما بيعضوش عليها قوي وما بيتمسكوش بيها قوي تشارك بنسبه. قصور في القدرات لدى بعض الافراد اختيارات سابقه، لانه برضو التوالي والتتابع ما بتخليكش انت بتحاسب مين على مين، مين جابوا مين، لكنه في النهايه الكل بيمثل الاهلي فالكل مسؤول، ده بيشارك بنسبه. توالي المباريات وضغط البطولات المتداخله مع بعضها وسوء تقدير من قبل الاجهزه في التعامل مع الاجهزه الفنيه في التعامل مع هذه البطولات، لانه انا لما يبقى عندي بطوله زي البطوله العربيه كان لازم يكون عندي من الاول رؤيه واضحه كجهاز، انا هلعب فيها وهلعب بطوله افريقيه، هعتمد على العناصر دول هم دول، يبقى عندي تنسيق فيما بين الارتباطات. كان يكون في بصراحه يا استاذ ابراهيم رايي ترتيب دي اللي فاتت ان العب بالجزء اللي انا مش هعتمد عليه افريقيا بالظبط، وافصل بقى اللي بيلعب افريقيا ما يجيش ناحيه البطوله العربيه. اولا كنت هتجهز دول، هتدي لهم حافز ان هم بطوله تتكتب باسمهم، وشفنا حتى اداء البدلاء ان كان يصح المسمى في البطوله العربيه النسخه الماضيه اللي كانت في مصر. شفنا ازاي كان ايجابي، وصلك للمباراه قبل النهائيه، وكان بيجيبك من ورا يعني تبقى متاخر ويجيبك، فكانوا كان لا كانوا كان كان في يعني جزوه عند اللعيبه اللي بتلعب دي عايزه تثبت وجودها فعلا. لو كنا كنت اتمنى يحدث هذا، بس طبعا كلمه الاهلي من بيخش بطوله بيحاول يكسبها، ايوه كان الكلام ده هيبقى كويس لو كنا وصلنا المجموعات ساعه الجد بقى. انا كنت اتمنى ان اللي يلعب ما كانوش هيحصلوا نتائج، يعني كان هيعملوا يا كده يا افضل يعني.
لان هيبقوا مرتاحين عندهم حافز. وزائد ان انا كنت كمان ببقى بريح العناصر الاساسيه بتاعتي اللي هي بلعب بيها افريقيا. هي رؤيه في الاخر، واحنا سهل نتكلم بعد الحدث. خلينا يعني برضو واقعيين، احنا دلوقتي ممكن يكون بقى رؤيتنا دي مبنيه على النتائج اللي تحققت، بس والله ده كان رايي من الاول. بس ما كنتش لما كنت قلته في ساعتها، انا قلته مره كده في البطوله مش دي اللي قبليها، انما لو كان اتقال ساعتها كان ممكن هيجد معارضه شديده، وكان هقول لك انت بتهمدنا ليه؟ ما نكسب كل البطولات. طيب انا هنا لازما، لانه خلاص الحدث انتهى، الحدث انتهى بانك انت خرجت من البطوله الافريقيه وخرجت من البطوله العربيه. بس انا بتكلم على الرؤيه بقى، الرؤيه، لانه لما يبقى عندي خروج متكرر من البطوله العربيه، كابتن حسام البدري في الجهاز السابق برضو مع لم يعر البطوله العربيه الاهتمام الاساسي، فخرجنا من البطوله العربيه وخرجنا في او خسرنا فرصه احراز اللقب الافريقي في النهائي. ده بيتكرر النهارده، بيتكرر النهارده عشان انت باصص للبطوله دي بتردد. انت داخلها بتردد، انت داخلها من ناحيه عايز تمد ايدك لبطوله عربيه فيها اشقاء وفيها يعني اتحاد عايز يعمل بطوله قويه امام الاتحاد الدولي على الاقل، ويبين ان في مستويات، وحرصك انك انت ما تكونش غائب، وانت زي ما بيقولوا ايه يعني فرس الرهان، وانت من انت لا انت فرس الرهان من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه الفنيه. فكان في صعوبه ان الاهلي يعتذر، فبتبتدي تتعامل معاه انها البطوله اللي هي ملهاش الاولويه عندك، اعتمادا على انك يعني توصل بس المراحل المهمه وبعدين حلال حلال. فتاتي نتيجه غير تقليديه هنا في مباراه الذهاب تبرجل لك الدنيا. يعني انت لو فزت في مباراه الوصل الاولى، وكانت الشباب بتقول كده انت جبت جون ومسيطر وبعدين فجاه سلمت الماتش، يتكرر الامر. عشان كده انا كان ربما الشيء اللي بقوله دلوقتي، واحد يقول لي ما انت ما قلتوش قبل كده بوضوح، يعني ما كانش مناسب ان احنا نقعد نتكلم في استراتيجيات. دي سياسات، السياسات يعني تقدر تنتقدها من خواتمها من نتائجها، لكن والشخص بيمارس سياسته مش من المناسب غير انك تدي اشاره خفيفه كده، أليس من الأفضل أن أشارك بفريقين كده كده كده. لكن ما أقدرش أحمل، أنا بحمل تأثير البطولة العربية على البطولة الإفريقية، بالتأكيد كان له تأثير، لكن أنا كمان، أنت لعبت كم ماتش؟ أربع ماتشات؟ أربع ماتشات تقال في وسط مؤجلات ووسط بطولة إفريقية وفي وسط وسفر. بس أنا هنا أنا ليه بقول لك ده؟ اختلفت حاجات كتيرة والنتيجة واحدة. ايوه يعني النتيجه واحده وهي الخروج العربي، الجهاز الفني اختلف والظرف اختلف ومجلس الاداره اختلف يعني انما انت اتعاملت بنفس الفلسفه في البطولتين. هنا انا بيحضرني التجارب الاداريه الاوروبيه. تلاقي الفرق الكبيره اللي بتشارك في البطوله، في اي بطوله التارجت بتاعها معلن، انا داخل البطوله دي اجهز علشان عندي اهداف فيها، وبعتذر عن البطوله الثانيه البديله، او ممكن العب برديف او بصف ثاني، فمعلن للكافة ان انا تركيزي هنا، بختار البطولة الاساسية. على فكرة ده كان معلن بشكل محسوس، انا اولويتي البطولة الافريقية، حتى مش الدوري كان ساعتها. انت كنت مركز قوي في البطولة الافريقية قوي، وعملية التدوير وكله. بس بتيجي عند المرحلة الاخيرة، بس انت تأثرت غصب عنك، لان في اصابات كمان لخبطت لك الدنيا. يعني انت يعني، ولذلك انا كان يجب على طول في ساعتها يحصل فاصل بقى، لا خلاص المشوار الجاي بتاع البطوله العربيه ربنا سهلنا فيه يا جماعه، يا شباب تقدروا تشيلوا المسؤوليه دي، انتوا السكواد بتاع البطوله العربيه واحنا مكملين في البطوله الافريقيه. ممكن بقى يحصل ايه؟ استعانه بعنصرين كده صعودا وهبوطا، اللي تالق هنا يروح هنا، واذا كان في عنصر خبره في مباراه من المباريات تروح منزله معاهم، بس يبقى في اضيق نطاق. لكن انت كده حتى ما جهزتش حد. يعني لما الاستاذ خالد بيوم يقول لك نزول احمد الشيخ البعيد تماما عن اجواء المباريات، مش جاهز لا معنويا ولا نفسيا ولا فنيا.
طيب ما هو هو خلينا نبقى برضه صراحه هو عشان ما نجلدش احمد الشيخ. ما هو احمد الشيخ انت ما اديتلوش فرص يعني. طيب ما ده اللي بقوله. واحد على 10 لو انت بقى كان يستحقها. لو انت بقى يعني الرؤيه ان انا ممكن اتحسب كنت له ان انا كنت هتبص تلاقي عناصر كتيره جدا زي كريم ندفد. كريم ندفد يعني بص كل يا اخي كل الناس اللي بتمرن كريم ندفد شايفينه حاجه هايله جدا. لما راح المنتخب الاولمبي بسم الله ما شاء الله كان نجم الماتش. يعني طب ايه اللي بيحصل؟ هل توظيفه انت بتبعده كتير ولما بتحتاجه هل توظيفه كمان يا استاذ ابراهيم مش التوظيف الاحسن؟ انت احتاجته فجاه في باك رايت بتديله فاينل افريقيا في باك رايت في عز الازمه انت بتديله في ايه؟ في الباك رايت ما وقفش في الحته دي خالص والنهارده في باك رايت نفس الحكايه فحتى ده لما تديله في حاجه ثانيه ده حل اضطراري بس لو انت كسبانه معنويا حتى في مركزه على مراحل كنت ممكن تلاقي احنا بقى لما مسكناهم واحد واحد هنلاقي حاجات تتقال هتلاقي اخطاء مش بس ما هو نسميها وجهات نظر مختلفه عشان برضو ما نديش نفسنا الحق ان احنا نقيم ان احنا الصح بالظبط ايه وجهه نظر احنا برضو متاثرين بالنتيجه في الاخر يعني لان انت بتقيم حاجه بعد ما حصلت طيب الاهلي يوم الثلاث عنده مباراه المقاولين راجع بكره ان شاء الله الجمعه على العصر يكون الطياره وصلت القاهره يبدا يستعد لمباراه المقاولين يوم الثلاث قلت لكم الكابتن سيد عبد الحفيظ اكد لنا انه بصدد السفر للكابتن محمود الخطيب في المانيا عشان تدرس الموقف واتخاذ ما يلزم لكنه الاهلي عنده يوم الثلاث مباراه مهمه مع المقاولين والمقاولين ماشي بمسيره جيده جدا مع كابتن عماد النحاس المدرب الوطني اللي بنحييه على نتائجه الرائعه مع المقاولين الحقيقه عماد النحاس من العناصر اللي كانت محتاجه تجربه زي كده حاجه ودي النقطه بقى الغامضه بالنسبه للمصريين وحتى في الوصل حصل له نفس الشيء يعني ما تروح تشوف حرس الحدود عمل ايه مع الكابتن طارق العشري فاق مره واحده كويس دايما التغيير بيحدث مش دايما غالبا على الاقل يعني بشكل مؤقت الى ان الكيمياء يعني تطاري عشي عماد النحاس مع المقاولين عامل شغل هايل جدا جدا يعني نتمنى باذن الله ان احنا نقدر نعوض دي بعض اهداف الاهلي في الدوري الاهلي يلعب مع المقاولين الثلاث ويلعب مع بتروجيت يوم السبت بتروجيت ايضا من الفرق اللي غيرت جهازها الفني وتولى مؤمن سليمان والمقاولين تولاها عماد النحاس والاثنين من المدربين الشبان اللي عاملين تجارب جيده فبالتالي المدرب الوطني بيثبت كفاءته في المسابقه والتغيير بيؤتي ثماره في انه بيحدث حاله نفسيه جديده داخل الفريق بيغير اجواء الفرق ديت مجرد ما انت بتغير الوضع النفسي نفسه بيفك العناصر اللي كانت متضايقه العناصر اللي كانت ما بتاخدش فرصه الامل بتاعها بيتجدد فبالتالي دايما وابدا اي تغيير للاجهزه حتى وان كانت اضطراريه او حتميه باستمرار بتؤتي ثمارها في التعديل، شفنا عماد النحاس وتجاربه وشفنا كمان مؤمن سليمان امبارح بتروجيت يعني فريق سيء الحظ جدا. ده في دقيقه يعني في الوقت المحتسب بدل يعني ضعف دقيقه 89 90 متقدم 3-1 خلصت ده جابوا الجول في الدقيقه 93 و95 حاجه كده يعني لدرجة انه حتى طارق يحيى لما سابهم قال ان انا خلاص عملت كل حاجة والفريق بيلعب كرة هايلة جدا والنتائج مش مساعداه. النهاردة استمرارا لمسيرة الدوري. الزمالك كسب الداخلية 2-1 بعد ما كان مغلوب 1-0. والمباراة ده خامس او سادس مباراة بنفس السيناريو. والمباراة شهدت بعض الأحداث في رشق الكابتن علاء عبد العال المدير الفني للداخليه من قبل الجماهير واصابته هنشوف هذه اللقطه او هنتفرج عليها دلوقتي ونقول لكم نتائج هذا الاسبوع اهو ده يا ريت لما تتعاد هو واقف وشه بيكلم ووشه للملعب ورافع الفانيلا بتاعت فرقته فاعتقدوا انه اهي ادي الازازه إزازة مية جات له أهي جاية فيه مباشرة وأصابته بعد كده دلوقتي حتى التفتيش يا أستاذ إبراهيم ما بيدخلوش إزازة مية إلا بغطا عشان ما تبقاش تقيلة وتتحدف تعور ده زي فابتش بتاع زيمبابوي
زيمبابوي دي تمثيليه. هنا بالظبط الازازه في دماغ الكابتن علاء عبد العال. الزمالك هو طبعا تحت قياده اللي خلى محمد الحنفي علاء عبد العال انفعل ان الجون اللي جه في الاوقات القاتله مشكوك فيه عليه كلام كتير. والحكم محمد الحنفي اللي ادار المباراه. حنفي الاسبوع ده شهد مفاجآت كتيره في المسابقه. الانتاج الحربي تحت قياده الكابتن مختار مختار بيواصل عروضه ونتائجه الهائله جدا. كسب الاسماعيلي 2-1. والاسماعيلي الحقيقه يعني محتاج كتير من المراجعات لانه نتائجه لا تليق بقيمه الدراويش. طلاع الجيش عدل تاخره 3-1 لتعادل مثير مع بتروجيت. المقاولين مع عماد النحاس طايح في 9 نقاط متتاليه، كسب الجون 4-2. ودجله اوقف تحرك بيراميدز وتعادل معاه 1-1. المفاجاه هنا في الحدود. حرس الحدود كسب المصري 3-0 واحدث فيه هزه كبيره جدا ادت الى انه الدكتور ميمة عبد الرازق مجلس الاداره اقاله، وهو تحدث كتير لوسائل الاعلام هاجم مجلس الاداره وقال مجلس اداره المصري ان هو بيفاوضوا احمد حسام ميدو، لكنه ميدو النهارده اعلن اعتذاره، وبالتالي اوضاع المصري ايضا اثر هذه الهزيمه غير مستقره. اي حد هيجي دي مشكله المصري في رايي، ان اي حد هيجي بعد الكابتن حسام المقارنات هتستمر. ومفيش وقت انك تعمل شغلك الخاص. الشغل بتاع الكابتن حسام هو شغل بتاعه هو. بيدي شخصيته هو على الفريق. والفريق ما فيهوش النجوم اللي تقدر ان هي تبتكر الحلول من نفسها. هي عايزه تبقى بضغط معين تفضل تؤدي، وان كان برضو في بعض الفترات تهز الفريق مع كابتن حسام ما هوش ده المصري بتاع السنه اللي فاتت. ولا اللي قبليها. نتمنى الفرق الجماهيريه انها زي الاسماعيلي والمصري والاهلي انها اذا كان هناك اي كبوه بسرعه تستعيد نفسها، لانهم هيظلوا هم رمانه الكره المصريه. يعني النهارده النادي الاهلي لا طبعا في قلق في الجهاز المنتخب على الوضع. لازم الاهلي يستعيد نفسه وبسرعه ان شاء الله. المقصه كسب النجوم 2-0 وانبي خسر من الاتحاد 1-0 وسموحه والاهلي تاجلت هذه المباراه. الاسبوع 16 هينطلق يوم الاحد ان شاء الله. طبعا قلت لكم التلات دي مؤجلات الاهلي التلات والسبت، لكن يوم الاحد اللي جاي انبي هيلعب مع المقصه، الاتحاد هيلعب مع طلائع الجيش، الانتاج هيلعب مع المصري، ويوم الاثنين هيلعب الحدود مع وادي دجله، بتروجيت مع سموحه، والزمالك مع الجونه. يوم الثلاث الاهلي مع المقاولين، وتاجلت مباراه الداخليه والاسماعيلي لمشاركه الاسماعيلي في البطوله العربيه. يوم الاربع افريقيا او في دوري ابطال افريقيا اسف. يوم الاربع هيلعب النجوم مع بيراميدز. النجوم عاملين حاله برضو خلي بالك. يعني ما تعرفش يعملوا ايه في الماتش. في ظل الربكه الشديده والتداخل بتاع البطولات والمواعيد والارتباطات والمنتخبات، الاستاذ حسن مستكاوي له مقاله في الشروق 45 يوما بدون الدوليين. وبيقول وجهه نظره انه في البدايه قد يكون هذا الاقتراح يصعب الاخذ به، وقد يكون في بعض تفاصيله دقه غائبه لسبب او لاخر، لاننا نطرحه دون تواريخ محدده امامنا، لا سيما ما يتعلق بتواريخ كل المباريات المؤجله والتي زاد عددها بصوره كبيره، لكنه في النهايه مجرد اقتراح هدفه الصالح العام لعل وعسى. استاذ ابراهيم عشان نناقش جديه هذا الاقتراح، انت مش بتناقشه بالدوليين المصريين. اذا كانت دي اجنده دوليه وماتشات في اجنده دوليه قد تشهد غيابات للعيبه اجانب عندك. يعني انت كان ازارو مع المغرب وكوليبالي ايضا، ما هو لعيب دولي. ومعلول لما يرجع في نص ديسمبر يعني هيغيب منك تاني عشان لعيب دولي. فالموقف صعب جدا انك تلعب بدين غير دوليين، وبعدين الدوليين بتوعك بقى لو في كمان منتخب اولمبي
لا ده القصة هتبقى لا، وهو أصله كمان مفيش مبرر في ظل الاحتراف إن أنا ألعب بطولة. هو حتى هو الأستاذ حسن السكاوي بيقول لك أنا شايف إن الاقتراح صعب. أيوه صعب، لأنه أنت كمان بتكلم على احتراف، مفيش معنى إنه في فريق يخوض بطولة رسمية. ده الجوهري لما حابب يعمل كده لغى الدوري. الدوري. آه. إنما مفيش معنى إن أنا ألعب بطولة رسمية زي بطولة الدوري يعني وانا معاقب، انا معاقب ان لعبته كويسة. لو حطيت المنتخب الاولمبي كمان، لا حتى اصلا ممكن يقول لك مش هناخد المنتخب الاولمبي، لكنه مش قانونا مش من حقك تلعب بطولة رسمية وانت حارمني من لاعب واحد. لاعب واحد مش من حقك، لانه ما دام قانون اللعبة ما يحرمهوش من المشاركة، يعني لا هو موقوف ولا معاقب ولا غيره، انا من حق ان انا اشركه. لما لو رحت اشتكيت وهو محروم من لاعب اساسي عنده او مش اساسي مقيد عندك، هيقول لك خلاص تعتبر البطوله الثانيه بطوله غير رسميه مباشره. لانه انتم متخيلين انه يتاخد من الاهلي 5-6 عناصر، وزي ما المهندس عدلي اشار المحترفين عند الاجانب اساسيين في منتخباتهم او مشاركين مع منتخباتهم، لا العب بالاهلي به بقى في الدوري. يعني ساعتها هتبقى المساله انت ما بتتكلمش على بطوله رسميه، عندك مشكلة الأندية مش مسؤولة عنها، لأنه الناس هتطلع تقولك الأهلي عايز الدوري يتلغي. الأهلي مش عايز الدوري يتلغي، الأهلي عايز المسابقات تنتظم، بس عايز كمان حقوقه ما تهدرش. مفيش منطق يقول أتحرم من لعيبة أساسية عندي لمجرد أن هم درجة كفاءتهم عالية فالمنتخب احتاجهم فأتحرم منهم عشان المسابقة تمشي. أي نادي من الأندية هيتاخد منه عدد هيعترض 100%، حتى لو لقينا بعض المزايدات ممكن تلاقوا حد نادي اتاخد منه لاعب او اتنين يقول لك انا موافق. طيب وهل هيتم اختيار اللعيبه بالتساوي بين الانديه؟ هو بص عملوها قبل كده في 82 و84 اظن 84 و88 ولعبوا من غير الدوليين، والسنتين دول كان الاهلي له اكتر من 9 لعيبه او 11 لاعب في المنتخبات، فطبعا خسر البطوله في المباراة الأخيرة. إنما اللي ممكن يتقال بقى في حتة الإعلان عن المشاركة، المشاركات الخارجية دي اللي أنا مقتنع بيها. يا ريت بقدر الإمكان المشاركات الخارجية تتوزع بما فيها الأهلي نفسه، يعني أنت هتشارك في دوري أبطال أفريقيا في فريق آخر يشارك في البطولة العربية، أنت هتشارك في الكونفدرالية في فريق آخر يشارك في البطولة العربية. وكان كده طول عمرها. علشان ما ابداش ااجل كل الماتشات لفريق واحد او فريقين او ثلاثه. دي اللي ممكن يكون الحلول التعويضيه. الاستاذ حسن السكاوي بعد ما استعرض كل ده شاف انه اختصارا هذا مجرد اقتراح وهو اختيار صعب دون شك، لكنه قد يكون مساعدا على انقاذ الدوري هذا الموسم يعني، والكلام هيبقى على حساب الفريق الاكثر تمثيلا في المنتخب. مش هيحصل، مش هيحصل. لا صحيح. انت في احتراف دلوقتي يعني اذا كنت عملت قبل كده اللعيبه كان هواه. انما انت بتصرف ميزانيات النهارده، انا متعاقد مع لاعب لا 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 الموسم اللي ده الله. بعقد عشان هتدي. هقول لك حاجه، هتاخد اللعيبه دي مرتبات، هتعمل كده، وهو ده الاصول على فكره. سواء يعني هتلعب بدون الدوليين من غير الدوليين، اي المفروض ان انت تديني في الموسم ده، لا الفتره اللي اللعيب يقضيها عندك. ده مش الفتره، لان انا بعد اذنك، اصل الفتره لو انت هتاخد اللعيبه في كاس الامم وانا العب 5 ماتشات اثناء كاس الامم او 6 ماتشات من غير ملعب، من غير لا من غير ملعب، انت خدتهم اديني رواتبهم. انت خدتهم، افرض الدوري واقف، انت خدتهم خلاص، دي كالطبيعي انت شغال بيهم. انت هتاخدهم في كل الاحوال. هتوقف الدوري عشان تاخد. انما لا مش توقف الدوري، لو هتلغي مسابقه او تلعبها بدونهم يبقى اللي انت خدتهم دول المسابقه اللي عايز انا كنت تعدل على الفكره ماشي. قبلت يا سيدي تعديل. لا لا الفكره تعديلك ايه؟ تعديلك قبلت والله. لا الفكره وانا بلعب دوري، بلعب دوري عشان عندي عوائد، انا متعاقد مع هذا اللاعب عشان يلعب معايا الموسم ده، مديله رقم الموسم ده بالنسبه لي اكبر حدث فيه بطوله الدوري، انت هتحرمني منه في بطوله الدوري، اديله فلوس هذا الموسم وافتح القيد، ما تجيش تقول لي 25 لاعب وضيف 5 وتاخد لي العدد اللي هيروح دولي وبتاخد الاكفاء طبعا. بس انت هتقول ايه؟ هيديك فلوس وهو ما ادكش فلوس كاس العالم لسه؟ لسه
ما يعني تدفع للزمالك ما يا اخي والنبي ما تفتحنا 300,000 دولار تفتحنا في الامور دي. لا ما هي لانها بلا تفسير ولا حد معني حتى بسيبك خلاص الناس وصلت ان الامر واقع بيفرض نفسه مش مشغولين بالرد بقى ولا التفسير خلاص يا استاذ ابراهيم. لكن رئيس لجنه الشباب والرياضه المهندس فرج عامر السابق رئيس لجنه الشباب والرياضه السابق يا سيدي انتخب رئيس لجنه الصناعه باين رئيس لجنه الصناعه ورئيس لجنه الصناعه اللي هتقولها مش هي دي رد عليك بيها. المهم ان الشخص المعني هو المهندس فرج عامر قال في نقطتين لان في كلام كتير في ناس عايزه تعدل القانون فقال ان تعديل قانون الرياضه ها نوع من اللعب بالنار لانك لا يمكن تخرج عن الميثاق الاولمبي فاي تعديل يخرج بقانون الرياضه عن الميثاق الاولمبي هو لعب بالنار وانا معاه. لكن الرد الطريف جدا ها وهو كراجل يعني بيزنس مان بقى فشخص الدوري العام ازاي؟ قال لك الدوري العام المصري في ظل البطولات القاريه والعربيه وديات المنتخب الاول لن يكتمل الا اذا لعبناه بالتقسيط على سنتين ممكن نلعبه بالتقسيط بس بدون فوائد هو يعني على فكره مش احنا ضحكنا طب ما تفكر فيها لو الموسم امتد ما تدخله في الموسم الجاي وتكمله خلاص الله تلعب بالتقسيط عشان دي ايه بقى الالغاء هيضر بالفرق اللي هي عامله نتائج ومتصور انها يعني حقها تاخد حقها طب ما تكمل هي بتفوقها ده بس المد الموسم الجاي شويه ياخد نص الموسم الجاي وبعدين الموسم الجاي نضغط يعني انت عارف اصل الموسم الجاي مش هيبقى الالتزامات بالشكل اللي كانت عليه الموسم ده ابدا ده موسم جنوني انت ما تحطه في الكمبيوتر ما يعرفش يرتبه لك ما يعرفش طيب ايضا الاستاذ حسن المستكاوي في مقاله له عن القانون الجديد والتدخلات الحكومية قال الرياضة ليست مملكة لأنه الأمر يخص الشأن العام كله وهقول لكم خلاصتها كده ببساطة شديدة حسب الدستور المصري الدستور بتاعنا الجديد قال أنه شؤون الرياضة ومنازعاتها يتم إدارتها وحل منازعاتها بما يتسق مع المعايير الأولمبية ووفقا للقوانين الدولية إذن دستور بيعترف بالمظلة الأولمبية والمعايير الدولية فمحدش يطلع يتفلسف ويرمي كلمة الاستقواء بالخارج ما احنا دي مشكلتنا البغبغانات بالإضافة إلى حتة التحكيم والكلام ده ما هي كله يتم خصم منازعاتها عايزين يتعمل دلوقتي ان بقول لك ياخد الصلاحيات من اللجنه الاولمبيه دي للوزاره تاني زي ما كان هو ده الهدف الاساسي ان وزير الشباب والرياضه عايز يستعيد سلطه قبضه الرياضه لما تستعيد سلطه قبضه الرياضه للقبضه الحكوميه خد بالك احنا بندخل في الحيط لانه هنصطدم بالمعايير الدوليه اللي بتطالب بتحرير الرياضه في كل دول العالم واللي كانت من اسباب فلسفه القانون الجديد بتاعنا قانون الرياضة الجديد 71 لسنة 2017 اتسق مع المعايير الأولمبية واللجنة الأولمبية الدولية بعتت شكرة مصر على هذا القانون وشكرت الرئيس عبد الفتاح السيسي على انحيازه لهذه المعايير الأولمبية من خلال اللجنة الثلاثية اللي كانت مطلعة بمتابعة الملف المصري. مش عايزين ننسى حاجة كمان يا أستاذ إبراهيم معلش دي مش مقاطعة ده يعني توضيح أقوى دستورك بينص انك انت ما ده اللي انا قلته انت الدستور بتعترف بالمظله الاولمبيه والمعايير الدوليه فبالتالي انت عملت القانون على هذا النحو انت عندك رغبه كوزاره في استعاده السلطه ليكن عندك مشكله مع اللجنه الاولمبيه ليكن عندك رغبه في تسويه امور نادي الزمالك بطريقه معينه ليكن بس خد بالك انت داخل بينا في الحيط بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. قلنا لكم في البدايه انه عليكم ان انتم تطمئنوا انه الجهود اللي بتبذل ان شاء الله تعالى تؤتي ثمارها.
لانه احنا عارفين ايه اللي بيجرى، وبندعي ربنا سبحانه وتعالى انه الجهود اللي بتبذل توفق في اجتياز هذا المنعطف على مراحل، مرحلة آنية عاجلة ثم مرحلة تدعيم الفريق في يناير. ده الوقت القانون اللي بيسمح انه قيد لاعبين جدد. وعايز اقول للناس بس، لانه كذا حد يتحاور معايا، طب ليه ما يتمش الاعلان دلوقتي عن اي لاعب خلص؟ ما ينفعش. على الاقل او بالاحرى نحترم الانديه اللي هؤلاء اللاعبين مرتبطين فيها. في نقطه يا استاذ ابراهيم بس معلش. يعني ايه لاعب خلص؟ اللاعب اللي خلص اللي عندي استغناؤه وعندي توقيعه السليم في التوقيت المناسب، ده اللعيب اللي خلص. انما الاتفاقات وال باذن الله وتبادل الرغبات والاتفاق على تفاصيل، كل ده ليس معناه ان احنا خلصنا بشكل قانوني حد. لان الا اللعيبه، ممكن يبقى في لعيب مثلا اجنبي فري ترانسفير ولا حاجه. اللي انا عايز اقوله، انت مضطر، مش مضطر، ده هو دي الاصول، انت بتحترم العلاقات وبتحترم اللوائح وكل حاجه، بتخلص شغلك تحط على الران واي عشان في التوقيت المناسب يبقى انت مخلص كل حاجه. فباذن الله يعني يا رب يكلل الجهد المبذول ده بالنجاح، ويوفق القائمين على الامر واللي بيعملوا الاتصالات، ربنا يكرمهم ويجنوا ثمار مجهودهم، لان هم يعني في لحظه تاريخيه يا اما تحسب لهم او عليهم. بس فده اللي احنا بناكد عليه، انه مش تحت ضغط النتائج ولا تحت ضغط الظرف اللي الفريق بيمر بيه، ما تتوقعوش ان يطلع كل يوم الاهلي خلص فلان. زي ما المهندس عدلي اشار، ما دول بيلعبوا في انديه عندهم ارتباطات، عندهم التزامات، وانت مش هتجيب لاعب تسجله عندك ويتمرن عندك ويلبس فانيليتك ويشارك مع فرقتك الا في يناير مع بدء القيد. فبالتالي خلوا الامور تمشي بمنتهى الهدوء وبمنتهى الاحترام المتبادل مع هذه الانديه ولاعبيها. لكن في جهود، في جهود، عندك لاعبين، عندك لاعبين، عندك عناصر ذات كفاءه عاليه جدا مش واخده فرص، عندك عناصر ذات كفاءه عاليه جدا واعده. احنا هنتعرض دلوقتي لخافير اجيري المدير الفني المكسيكي للمنتخب، كان في ضيافه الكابتن احمد شوبير. لو تشوفوا يعني مدى تقديره لفريق النادي الاهلي ولاعيبته، احنا عندنا مشكله في الهجوم، عندنا قصور في الناحيه الهجوميه. طب ما نشوف راي اجيري المدير الفني للمنتخب وهو بيتكلم عن الفرودين بتوع الاهلي، مروان محسن وصلاح محسن، نشوف الغلط فين، نشوف رايه في مروان محسن. طيب الكلام ده بقى بيبقى كلام المختصين الذي يختلف عن كلام المتابعين. المتابع له عايز جماليات، عايز اداء، عايز اهداف، عايز. المختص بيشوف المهمه، مسؤوليته في الملعب بيأديها ازاي، تحركه بكوره وبدون كوره، طب لما بيضغط عليه بيعرف يستلم ويلف ويسلم ولا يعني بيبقى سلبي. هو منظور، ولذلك هو قال كلمه يمكن هتعمل له مشاكل. انا بالنسبه لي الاعلام زيرو، ما بعتمدش على الاعلام. قال لك لا بيترجم لي ولا ولا معني اعرف. هو مريح نفسه من ضغوط انه يتاثر بدي، فعشان احنا ساعات نظلم لعيبتنا لان عايزين منها حاجه مش المطلوبه منهم في الملعب قوي يعني. بس النتيجه في الاخر انت جبت لي جون ولا ما جبتليش جون، انت سترايكر. لكن اللي يسعدني تماما يا استاذ ابراهيم، لحظه بس قبل الفيديو اللي جاي، خلينا في مروان. اتفضل. عايز تعلق؟ هو ايه الفرق بين مروان محسن فرود المنتخب مع اجري او مع كوبر قبل منه، ومروان محسن فرود النادي الاهلي مع ميسيو كارتيرون؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ طب ما نشوف احنا يعني لو كان متاح الفيديو لتوظيف مروان تكتيكيا وكيفيه استغلال قدراته هنشوف الفرق بين الاثنين.
مروان في كل ما يحصل عليه من فرص مع المنتخب ويشكل بيها خطورة وياخد ضربات جزاء أو يسجل، مصدر خطورته جاي من ناحيتين، يا طرف شغال بشكل كويس بيعمل أوفرات دايما، أو صانع لعب من القلب بيديله سروهات. هو مفيش لعيب هيتعلق لوحده يا استاذ ابراهيم، دي النقطه. لا لا، انا على مصدر الخطوره التكتيكيه بالنسبه له. المصدرين الاوفرات النشطه من الاطراف والبساطة القاتله من العمق مفتقدهم في الاهلي، لانه لو رجعنا للماتشات الاخيره للاهلي اللي مروان الناس انتقدته، مش هلاقي الاطراف شغاله. يكفي المباراتين بتوع الترجي والمباراه بتاعه الفيصلي، اهو صلاح بيلعب كرات القلب اهو تبان خطوره مروان. كارتيرون في الترجي مثلا رايح جاي، توظيفه لمروان انه محطه تتلعب له الكرات العاليه عشان يطلع ياخدها. طب محطه لمين؟ ما انت هتطلع تاخد الكوره، معلش انت هتطلع تاخد الكوره، بس لا في صانع لعبه هيستلم منك، ولا في فروت تاني، انت بتلعب براس حربه واحد، مفيش فروت تاني انت هتمشيه. فهنا خطوره مروان جايه من الناحيتين، النسخة الدولية عن النسخة المحلية تكتيكيا مختلفة. لو كان الوقت يسمح وعرضنا الكتير من مصادر خطورة مروان هنا عن هنا، هنلاقي انحياز أجري، وده اسمه الحقيقة أجري لأنه ده دبل آر، هنلاقي خطورة مروان مع المنتخب جاية من هنا. لو ده لقاه في النادي الأهلي بإذن الله تعالى بشكل جيد، هتبقى خطورة مروان أحسن. عطل الأطراف ده عطل مؤقت يا أستاذ إبراهيم. والقلب يا باشمهندس. حاضر. ماشي. ما احنا احنا مش مختلفين، لماذا أحيانا بتصدر الصورة كأننا مختلفين في الرأي؟ لا وجهة نظر. أنا بقول لك وجهة نظر، وأنا كملت كلامي. أنا بقول لك إن الأطراف دول اللي هيرجعوا أسرع من القلب. بالظبط. أنا بقول لك هو ليه في ماتش الترجي؟ وأنا هقول لك أبسط حاجة. انت يعني عشان صانع اللعب، ابسط حاجه لو جاي موجود هيسد الخانه، هيقدر يساعد ولا مش هيقدر يساعد؟ طبعا. فانا بقول لك هي عطل لظروف، فاحنا لما يجي بقى كمان تجاه الصانع لعب، وده ضروري اللي هيكون محل التفكير والتركيز الفتره القادمه، هل موجوده عندنا القماشه؟ هنشوف دلوقتي الراجل اهو جونيور اجيه لما كان موجود ووصل، شوف الكره لمروان جون. كل ده الناس مش واخده بالها، انت عندك في القلب جون. طبعا طبعا هو بيتحرك صح، بتروح له الكره صح ولا لا؟ ادي الفكره. في الاخر اللاعب بيتحرك، بتروح له الكره في المكان اللي تكتيكيا بيتحرك فيه صح ولا لا؟ قد. طب مش عماد متعب بيتهاجم قد ايه ايام كابتن حسن شحاته لما جاله فطره كده صيام عن التهديف؟ حد فاصل في قدرات كابتن عماد الاستثنائيه كهداف بتيجي. لكن انا السعاده الحقيقيه لما جه يقيم لاعب صاعد زي صلاح محسن، الناس عماله محتاره هو قوي ولا مش قوي ولا ايه. تعالى بقى نسمع خفير أجري قال ايه. طيب هو يا باشمهندس بيتكلم على النضج اللي في شخصيه صلاح محسن، بيقول لك ممكن يكون عنده 28 30 سنه، لو حد شافه ما حدش يعرف ان هو شاب لسه صغير عنده 22 سنه، لكن عنده نضج مبكر جدا. مش بس نضج، اتكلم عن المهاره الرائعه والتحركات السليمه اللي هي في الاخر بيعملها بنضج. هو ده اللي انا بقوله بقى، كيف تخرج من الانسان بشكل عام. يعني انت ممكن تلميذ بليد في الفصل يتغير اسلوب التعامل معاه، تبص تلاقيه تفوق جدا. فهي الفكره كلها احيانا ما بيبقاش عدم الكفاءه هي اللي مش مدياك النتيجه، انما عدم معرفه سر استخراج كنز الموهبه وكنز الطموح وكنز سر كرة القدم من اللعب. إذا إن احنا أنت تملك. على فكرة قبل كده اتكلم على ندفد. برضه اتكلم إيجابي جدا. أنت عندك 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 قماشة. محتاجة بقى إنك تدي لها الفرص وتدي لها التصميم الجيد اللي هو التكتيك، الإطار اللي تتحرك فيه عشان يبان جمالها. تكتيك ولا الترزي؟ ما هو في الكوره ما فيش ترزيه.
في ناس بتعمل تاكتيك في صناعية فالترزية دول أخطر حاجة. أنت عارف الترزية دول؟ اللي يلبسك بدلة من الخيش وعمل بالزبط. اللي عليه فاهمني؟ أو يبقى بس أنت بتختار الموديل وهو عارف أنك مش هيليق عليك بس أنت عايز كده أعمله لك. إحنا عايزين الناس اللي تخرج من كل واحد الأفضل عشان تحقيق هدف محدد بطريقة معينة. يعني هي العملية مش بالسهولة دي، هي معقدة، هي في أهداف وفي عناصر وفي ناس بتثقل هذه العناصر وبتحركها. يعني هو أنت الشطرنج ما في الملك وفي الوزير وفي الطابية، لكن البراعة في اللاعب اللي بيحرك الناس دي كلها، المخطط صاحب الفكر اللي هو في الحالة دي جهاز الفن. الجهاز الفني طبعا. يعني بصوا، ساعة الإجادة لابد أن يحيى الجهاز الفني، وساعة التعثر لابد أن أيضا يسأل الجهاز الفني قولا واحدا. هو المسؤول، هو اللي في النهاية اللي بيختار التشكيل، اللي بيختار استراتيجية اللعب، اللي بيفرض طريقة اللعب، اللي بيدير المباراة، اللي بيجري التغييرات. هو في الأول وفي الآخر الكيان المسؤول عن إدارة الفريق كاملا. فدايما وأبدا زي ما بنشيد ونحيي لازم نسأل ونحاسب. ما هو انت ساعة هي اللحظات دي بتاعت اللي الناس تقدر تقول اذا كان عندها وجهة نظر مختلفة عن، لان هو الجهاز الفني لما بينجح بيجبرك انك انت تقتنع باسلوبه، خلاص انت بتتنازل عن رأيك الشخصي امام رأيه بالزبط. لانه جاب نتيجة اهو. وهو اللي بيفرض شخصيته على الفريق. في ناس كتير جدا، يعني مثلا هيلتون كوبر حتى اللي مش متفقين معاه عندما كان يحقق الهدف يقول لك بس هو وصل للي هو عايزه. خسر هو في اوزبكستان، خسر امبارح من كوريا الجنوبيه 4-0 بالتكتيك الدفاعي. ما هو تلاقيه لعب هجومي تلاقيه بيغيظنا احنا. ايوه. طيب الجمهور لازما يثق في انه عنده عناصر كويسه جدا، ولازما يثق انه الاداره عازمه وبقوه على تدارس كل هذه الامور، ومع العمل الجماعي من الجميع والثقة في قدرات هؤلاء اللاعبين بإذن الله تعالى يستعيد الأهلي عافيته وعنفوانه. بمناسبة الجمهور، عايزين نشاطر أسرة عاشق الأهلي الأستاذ محمد هارون المشهور على الفيسبوك بالدولي، اللي وفاته المنية للأسف اليوم في حادث أليم. محمد هارون غير بطل السباحة. أمال إيه مين ده؟ محمد هارون واحد من أسوان، واحد من الأهلوية المتفاعلين على السطح الإعلامي أو الفيسبوك باهتمام، وكان واحد من مرتدي المدرجات كتير، اسمه الدولي. الدولي بننعيه ونشاطر أسرته وزملائه، وربنا يا رب يصبرهم ويسكنه فسيح جناته. زي النهاردة من في 22 نوفمبر 74 الأهلي كان فاز على الزمالك 2-1 بضربتي رأس مصطفى عبده وزيزو، نفكر حضراتكم بيهم. الحكم الإيطالي شاشي جوليو، وكمان لعبة حلوة حلوة. احمد عبد الباقي، انور سلامه تاني، واحمد عبد الباقي تاني، والرافعه في النص، وحلوه وكويسه. عبد العزيز عبد الشافي بدماغه بعد 20 دقيقه 2-1 للنادي الاهلي. برضو في أهداف نهائي أفريقيا لأبطال الكؤوس سنة 85 في مثل هذا اليوم. خطيب مجدي عبد الغني، جول 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 جول، مجدي عبد الغني على الطاير بيجيب الجول الأولاني في دقيقة 29. شوطة حلوة، هنشوفها تاني. الخطيب سبقاله وهوبا
جول 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 جول. واحد العليك صفر لبنتس اللي جابوه مجدي عبد الغني. يا مجدي واحدة كمان والله. يا سلام حلوة اتعد علاء الخطير يا ناصر. الجول الثاني الجول الثاني زكريا ناصر زكريا الجول الثاني. يا سلام يا خطيب يا لعيب يا خطيب. يا سلام يا زكريا. الجمهور هيتجنن معانا. اديكم شايفين الناس قد ايه هوا الفرق. علاء هوبا الخطيب بتعمل رجله وزكريا هوبا الجول الثاني الدقيقة 32. طيب وزي النهاردة كان عيد ميلاد أو هو عيد ميلاد واحد من المدربين الأجانب اللي أصحاب بصمة كبيرة في تاريخ الكرة الأهلوية ومن ثم المصرية الحقيقة ديتريش فايسل الألماني. لأنه لو عدينا أنه الأجانب أصحاب البصمة الغائرة على مسيرة الكرة الأهلوية هنلاقيهم تقريبا أربعة، واحد منهم ديتريش فايسل. ديتريش فايسل ولد في 21 نوفمبر 1934، يعني لما مصر كانت في كأس العالم سنة 34 كان فايسا بيتولد في ألمانيا. تولى مهمة تدريب الأهلي في صيف عام 88 خلفا للكابتن أنور سلامة. في أثناء فترة عمله مع الأهلي، الأهلي فاز ببطولة الدوري والكاس وفاز على الزمالك مرتين في شهر واحد. مرة كانت الأولى في الدور الثاني للدوري بهدف علاء ميهوب وحسن بيه بطولة الدوري، والفوز الثاني كان 2-1 في دور الثمانية لكاس مصر كان سجلهم أيمن شوقي وربيع ياسين قبل ما يكسب المصري في النهائي 3-0. وأيضا فاز بالأفرو أسيوي بعد ما فاز على يوميورو الياباني 3-1 و1-0. هو بس عايزين نتكلم على ديتريش فايسا بسرعة كده. ايوه، واحد من أهم المدربين اللي جم مصر. هم اللي طوروا الكوره في النادي الاهلي. فيدي كوتي؟ لا قبل كده بقى، انت انا اعجز منك شويه. بروتيتش اليوغوسلافي. فريدز مدرب نمساوي ده اللي خد صالح كابتن صالح بعد كده، ده اللي عمل السنتر فيرد المتاخر لعب بيه كل الانديه المصريه ومنتخب مصر لحد ما جه هيدي كوتي. فعمل لنا بقى التكتيك والضغط من ورا و4 3 3. فهيدوكوتي ثم ديتريش فايتسا وبعدين مالو جوسيه. دول في رايي الناس المطورين. اللي مطورين مطورين ليه؟ دخلوا طرق لعب جديده كانت محل جدل. يعني انا فاكر ان لما جه وحب يلعب 3-5-2 في نقاط كتبت هو كسب الماتشات الودية اللي لعبها بمجرد ان يقابل فريق محترم سيلقى الاهلي الهزيمه الكاسحه، لان لحد دلوقتي ما كانش حد متخيل ذات يدافع بثلاثه. وهو في حقيقه الامر كان بيدافع بثمانيه وبيهاجم بسبعه. يعني خماسي الوسط ده كان له مهام هجوميه تقريبا هو اللي بيتلعب دلوقتي على فكره حاجات بتغييرات بسيطه. اللي هم الطرفين اللي بيقول لك طايرين الطايرين. ديتريش فايسا كنا مسمينه البرنس. ليه البرنس؟ هو كان راجل اولا غني جدا وشريك في احد شركات الملابس الرياضيه الكبرى، وكان لما يطلع اجازه كان بيجيب هدايا. لازم يجيب لبس اللعيبه، لازم يجيب لبس اللعيبه، وكان ياخد الاجازه دائما بدون اجر. ولما جه سنة 90 كان الكابتن عبد الصالح الوحش موجود، الدوري وقف. اتلغى الدوري عشان المنتخب. فقال له أنا ما أخدش فلوس وما عنديش شغل. وقدم له استقالة، وكانت استقالة كابتن عبده نفسه كان نفسه إن هو يقدمها يعني. بس هو الراجل بادرة ما يعرفش حتى يعني موقف الكابتن عبده منه إيه رحمة الله عليه. انا ما اعرفش فايسا مات ولا لسه يعني، ما لكن فايسا مات قريب ما كانش فايسا لما ساب مصر راح، لما ساب مصر راح المانيا اشتغل ايه؟ مسؤول البرامج عن قطاع الناشئين على مستوى المانيا، واصبح مسؤول عن منتخبين.
منتخب تحت 18 ومنتخب تحت 20 وجه مع الناشئين تلقى هزيمة قاسية من منتخب مصر تحت 18 وتحت 20 وهو ماشي قال الفريق ده ما بقالوش 6 أشهر في المباراة القادمة ما تقولنا في الصيف بإذن الله هتلاقوه مختلف هتجدوا فريق تاني كسحونا آه ومنهم بقى الجيل الجميل اللي كمل كلوزا ومش عارف ايه والناس اللي لوف خدهم وكمل بيهم ده عيد ميلاده الثمانين دي صورته في عيد ميلاده الثمانين ديتر شفايتسا بعد ما مشي من الاهلي يا باشمهندس اتحاد الكرة حب يستعين بيه فجابه للمنتخب بعد تجربة الكابتن الجوهري انما لما جابوه للمنتخب كان المنتخب الاولمبي هيشارك في دورة الالعاب الافريقية هنا اللي اتعمل فيه وفجأة الدكتور او الكابتن محمود سعد كان وقتها هو المدير الفني للمنتخب الاولمبي وبيساعده الكابتن مصطفى عبده في المنتخب الاولمبي فجاه البطوله هتبدا والبطوله كان مهتم بيها الدكتور عبد المنعم عماره كان تولى رئاسه المجلس الاعلى للشباب والرياضه هي بطوله كل الالعاب الافريقيه دوره الالعاب الافريقيه الخامسه في فيما اذكر سبتمبر 91 لانه كمان عبد المنعم عماره اخذ على عاتقه اقامه البطوله والدوله سندت جامد لإنجاز مشروع الصلاة المغطاة في الاستاد وتم بنائها في وقت قصير جدا وهو أخذ على عاتقه إنجاح هذه الدورة الحقيقة نجحت على المستوى التنظيمي والإنشائي رائع جدا لكن المنتخب الكروي اللي بيمثل مصر فيها كان المنتخب الأولمبي قبل ما الدورة ما تبدأ بأيام قليلة فيما أذكر الكابتن محمود سعد المدير الفني دخل المستشفى فيعملوا إيه راحوا جايبين فايسا لحد كده أنت ماشي صح جابوا فايسا المدير الفني بتاع المنتخب الاول ويبدو كانت رغبه للخلاص منه الراجل لا هو انا اكمل لك الحته دي اسندوا له مهمه قياده المنتخب هو كان الأولمبي. رافض اشتغل هذه البطوله كان فيها فيما اذكر بقى من اللعيبه اللي موجودين دلوقتي لان انا تقريبا كنت بكتب عنهم في الفتره دي محمد يوسف ياسر ريان مصطفى ابراهيم محمد صلاح ابو جريشه وجمال مساعد وتم تدعيمهم ومشير حنفي تم تدعيمهم بقى بالجيل الأصغر منهم هادي خشبة ووليد صلاح الدين وسامي شيشيني ونادر السيد وطارق سليمان ده للجيل اللي بعديهم اللي كانوا راجعين من كاس العالم في البرتغال وراحوا بيهم برشلونة 92 السنة التالية أحمد نخلة ظهير أيسر المقاولين قبل ما يجي الأهلي لأنه كان صاحب الواقعة اللي حصلت في فندق الإقامة وعلى اثرها تم الاستغناء عن فايسا بعد الدوره ديت لا فايسا قالوا له هو كابتن محمود سعد ربنا يديله الصحه تعب وراح المستشفى ليله قبل المباراه بيومين قبل الافتتاح كنا هنلعب نيجيريا فقالوا له انت تمسك قال لهم انا ما اعرفش حاجه عن المنتخب ده همسكه ازاي قبليها ده احنا بعد بكره عندنا ماتش مع نيجيريا قالوا طب هنلعب من غير كوتش لازم تمسك فمسك الفريق رحمة الله عليه كابتن حسن مختار الله يرحمه هو أول ما جه هو كان مدرب منتخب مدرب حراس المرمى في المنتخب الأولمبي جه ديتر شفايتسا قال أنا مش عايز مدرب حراس مرمى ما كانش المنصب ده يعني موجود هو بيشتغل من غيره يعني أو هو رؤيته يعني فكلم دكتور عماره قال له الراجل قال له انت في الجهاز هو هيمشي على مزاجه روح قول له لا انا في الجهاز ولازم انزل امرن لان انت مش مسؤول انت بتقول انت مسؤول مسؤوليه مؤقته ما تغيرش حد قول له دكتور عماره بيقول لك انت جاي بشكل مؤقت انت ماسك الفريق الاول فبرضه صمم وما دخلوش فهو مع اول تعثر خسرنا 3-2 الزمالك خد ايمانويل وبابانجيدا من الدوره دي لا مش بابانجيدا ايمانويل اظن كان عايز يجيب بابانجيدا بس كان عايز ايمانويل بس احنا كنا عايزين كمان نجيب بابانجيدا هو خد ايمانويل خد لعيب تاني وايمانويل انطلق بعد كده انا كنت قاعد بتفرج على الحديد في الاستاد انا بحب اتفرج على الحديد قوي في الاولمبيات وفي الدورات دي فقاعد لقيت الدكتور لقيت الدكتور عماره داخل فالناس طبعا احتفلت وسقفت له بتاع فقال لهم طبعا انتوا عايزين تعرفوا هعمل ايه في المنتخب كان الكابتن الجوهري اسمه زاد طبل وقتها
وكانوا مشوه قال لهم انا اديني هجيب انا هجيب الكابتن انا هجيب الكابتن الجوهري تسقيف وتهليل وبايصه راح رايح وعاد الجوهري على حصان ابيض انا فاكر كتبت له العنوان ده ساعتها حضرت انا اللحظه دي طيب نفكر حضراتكم باهداف مباراه الاهلي ويوميوري الياباني اللي فاز بيها ديترش فايسا مع الاهلي بالكاس الافرو اسيويه 89 هنشوفها مره ثانيه ميورا يرفعها تخبط في دماغ تاكيدا وتروح لراموس يطلع شوبير وتخبط في ايده وتروح لتاكيدا يحطها في الجون وهاني ما يقدرش يعمل فيها حاجه راموس ميورا اهي مره ثانيه اهو رقم 12 تاكيدا يحطها ليتقدم نادي يومي يوري ماشيه زي الصاروخ يتابعها ايمن بالعرض وتروح لحسام يحط هدف التعادل للنادي الاهلي هدف التعادل للنادي الاهلي اهو مره ثانيه وادي ايمن بالعرض تعدي لحسام يحطها في سقف الجون وادي فرحه حسام وادي اهو ديدو انطلق من الخلف الامام وحطها على شمال ديدو محمد سعد هو مش مصدق نفسه محمد سعد فعلا انطلق من الخلف الامام وحطها على شمال ديدو محمد سعد هو مش مصدق نفسه عادل عبد الرحمن ماشي مشوار كبير وعدى من راموس وادي عبد الدين ريحها بعقل لحسام وحسام على طول جوه الجون ثلاثة النادي الاهلي عادل عبد الرحمن ماشي مشوار كبير وعدى من راموس وادي عبد الدين ريحها بعقل لحسام وحسام على طول جوه الجون ثلاثة النادي الاهلي يعني هو فايسا الحقيقه خد البطولات اللي لعبها مع النادي الاهلي وبعدين مشي للظروف ايقاف الدوري ورجع المنتخب ومشي من المنتخب وما رجعش تاني عايز اقول لك انه بس كان بيلعبنا مع المنتخب قبل ما انسى احنا قبليها بكام سنه خسرين من تونس خساره مؤلمه راح غلبها في 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 تونس لا كان مدرب بص من المفارقات انه فايسا كان بيدرب منتخب المانيا للشباب وقت ما مصر كانت مشاركة بالجيل بتاع كابتن طاهر أبو زيد والكابتن محمد حلمي والمجموعة وشريف الخشاب وعلى ميهوب المجموعة اللي كان بيدربها الكابتن هاني مصطفى وكانت في كأس العالم للشباب في أستراليا 81 ومن المفارقة أنه واجه مصر هو بألمانيا خد البطولة كسب مصر 2-1 وهو مدرب لمنتخب ألمانيا يعني هو درب أو واجه مصر وتغلب علينا أو خسر من مصر 2-1 محمد حلمي وطاهر أبو زيد لكنه كمل في البطولة الـ 81 بشكل كويس قوي في استراليا وكسبها انجلترا اللي كسبت لا فاز مع المانيا بكاس العالم اللي في استراليا لا فاز يمكن بعد كده احنا كنا ماشيين هايل وصلنا الدور التالي خسرنا من انجلترا احنا وانجلترا كملت اعتقد هي اللي خدتها محمد كان مين اللي خد 81 اظن المانيا كسبت انجلترا المانيا بفايسا ثم تولى يعني هو من 81 يعني واجه الكره المصريه خدت البطوله 88 جه النادي الاهلي بدا مع الاهلي ودايما وابدا البدايات عليها عوامل كتيره قوي يعني مانويل جوزيه بدايته العملاقه انه مع الاهلي كسب ريال مدريد في 2001 فكان ديت البوابه الكبيره اللي دخل منها ايضا فايسا كانت البوابه الكبيره اللي دخل منها مش برتغاليه لا مش اسبانيه انجليزيه لانه المانيا الغربيه هي اللي خدت 81 كاس العالم للشباب مع فايس ما انا بقول لك لعبوا مع كسبت قطر كسبت قطر 4-0 قطر وصلت الفاينل قطر كان فريق دي البطوله كانت تحت 20 لكن قطر كان تحت 30 الفريق القطري استراليا كان في لعيبه في الخليج ساعتها تعتزل وهي لسه تحت السن ما علينا فايسا أول مباراة له مع النادي الأهلي ودي اللي لفتت الأنظار ليه كمدرب كبير
لعب مع الاهلي ضد كوينز بارك رينجرز الانجليزي في لندن، وقدم الاهلي مباراه قويه جدا وانتهت 1-1. سجل هدف الاهلي ربيع ياسين، وكان ربيع ياسين واحد من دي اتلعبت في انجلترا بالظبط مش في مصر بالظبط. دي من المباراه الكبيره قوي في اللقاءات الاجنبيه للاهلي، اول مره يعني نادي يلعب بره. لا واحنا لعبنا بعد كده ضد لا انت لعبت قبل كده لا مع اسبانيا. انا بكلمك انك تروح تلعب مع فرق اجنبيه زي ايفرتون والانجليزي في بدايه الثمانينات، ومحمد عباس الانجليزي. لا ساوثامبتون ده كان في مصر. ساوثامبتون كان في مصر هنا. غلبناهم 3-1، كان هم جابوا جون ونزل عباس الانجليزي. عباس اخر ثلث ساعه نزل جاب جولين، والناس قالت مين ده؟ عباس الانجليزي. عباس الانجليزي. عباس الانجليزي. طيب نفكر حضراتكم بالاهلي وكوينز بارك رينجرز الانجليزي تحت قياده ديتريش فايسا اللي عيد ميلاده، وجايه بمناسبه الحديث عن المدربين الاجانب وتاثيرهم اللي يغيروا اللي يغيروا التكتيك ويأثروا على الكره المصريه. صحيح. الكور العاليه والفوز من حته على الاستاذ اهي اهي، ورقم 5 الان مكسن السنتر باك يحرز منها هدف الصعب. الحقيقه هو احد المطورين للكره المصريه، قيمته فايسا انه شان اربعه او خمسه قلت اساميهم، هم دول اللي غيروا كل واحد في عصره الكره وطابع الكره والخطي، وكان راجل استراتيجي بمعنى الكلمه في كل حاجه، يعني كان يبني فرق، كان يخطط لفريق عشان يوصل الى القمه في توقيت معين، يمسك لعيب يعني كان بيسمي هو اللي يعني هو اللي تعهد هاني رمزي كان صغير بالظبط، وكان بيقول لي ده تريننج ماشين، كل تمرين لازم يزيد في التمرين لازم يزيد ما يطلعش زي ما هو. فكان له رؤيه، هو اللي قبل ماتش يعني وعيه قبل ماتش المصري في الفاينل احنا هنلعب بالليل، ف بيمرن الظهر. انت قلت لي بيمرن الظهر. لا كنا احنا هنلعب الظهر وهو بيمرن بالليل. وبيمرن بالليل. ف طبعا قال لك يعمل مخزون لياقي كويس. قال لي بص البيولوجيكال كلوك انا رايح له بقى. سمعتها وفرحان، قلت له هي الساعه الحيويه ها. يعني احنا هنلعب العصر وانت بتمرنهم بالليل. قال لي انا مدرب 247 تدريبه، يعني الساعه اتظبطت خلاص. اليومين دول مش هيغيروه، لكن انا بقول لك انا الفرقه اللي قدامي هتسلم بعد 20 مينتس. المصري كان بيمرن قبليه الترسانه، كان بيمرن الظهر، قال لي هم بيمرنوا مش بكامل الطاقه لان بيتعبوا في التمرين، انا باخد التمرين بالوقت الاضافي بالليل بيقدر فريقي يأديه، وده اللي حصل. 20 دقيقه كان الاهلي مسيطر على المباراه وكسب 3-0 المخزون اللياقي. هي ديت فكره المدربين المطورين واصحاب البصر. جوسيه ما جاش من بعديه حد يضيف كتير، مدرب يغير الكره المصريه. هيغير الكره المصريه بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني تداعيات الاخفاق الافريقي، الاهلي خرج او فقد فرصه احراز لقب كان مهم، والاسباب كتيره، كتير من الاسباب مسؤول عنها النادي الاهلي مجمله، وده اللي قاله الكابتن محمود الخطيب باعتراف واضح ساعتها. لكن جزء من مكونات المشهد الختامي كان التحكيم في مباراه العوده وما حدث فيها، والناس اعتبرت انه خلاص يعني الكل تجرع
مرارة الخروج والإخفاق والهزيمة وتداعياتها وأسبابها وأجواءها، وقلنا نتدرس الموقف جيدا، ولكن كان في علامات استفهام كبيرة مش محدش عارف لها إجابات، خاصة الموقف من الاتحاد الأفريقي، وإزاي قبل المباراة بيوم الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي يصف المدرب المنافس بأنه متواطئ ويهاجم حكم ويهاجم مدرب بشيء غريب. مدرب هو مستدعيه للجنة الاستماع اللي هو كارتيرون، طب انت مستدعيه للجنة الاستماع ولم يمثل بعد، فجأة باشمهندس لقينا جملة اتهامات وأجواء مش طبيعية حتى صدر ما صدر. واحد من الجهاز الفني قابلته في صلاة الجمعة يوم الجمعة الماضي، جهاز الكورة يعني مش الفني، فقلت له حياة الصلاة اللي انت طالع منها دي كارتيرون له علاقة باللقطة بتاعت تقطيع الفانيلا؟ اقسم لي انه ليس له اي علاقة ولم يصدر اي كلام. فانت اتحاد خد موقف من رجل ما حققتش معاه لمجرد الشبهة، ووقفت لاعب لمجرد الشبهة انه اثر على الحكم ولم يكن له اي تأثير على الحكم، مخترقا كافة القوانين، واتخذت قرار غير مسبوق. الاحتجاج عليه هياخد وقت. انت هو عرف امتى ياخد القرارات اللي ما تلحقش تعمل فيها حاجة. فرقة كانت بتتحرك طالعة تونس والقرارات طلعت أزاره مثلا يوم الاثنين، يوم الاربع كارتيرون اللي كان قالوا هنستدعيه ونكلمه. يعني ايه وجه السرعة؟ وبعدين تكتشف يا استاذ ابراهيم انه لم يكن ثمة بيان صدر بالفعل من اللجنة. الراجل محمد احمد دخل، احمد دخل بيتكلموا في الموضوع، فتطوع احد انه يشرح له الموضوع بالطريقة اللي يمكن، فقال لهم ده كده ممكن بالشكل ده يبقى متواطئ، بالشكل ده يبقى متواطئ اللي بتحكوه ده، وخرج ليتم صياغة الأمر كأن بيانا صدر بقرار، وبيان لا في عقوبة ولا في أي حاجة، إنما في شوشرة، في واحد بتطلع واحد من تركيزه، بتحط عليه مزيد من الضغوط حتى من المنافس اللي رايح يقابله. لم يكن موقف الاتحاد الافريقي عادلا بالمره في هذا الامر. طيب مباراه العوده في رادس تحكيميا كانت نظيفه جدا قولا واحدا، لكن دلوقتي وبعد شهر ما كانش في ضروره يا استاذ ابراهيم. يعني كانت نظيفه الى حد بعيد، الى حد كبير، يعني فرقه خلاص حققت هدفها، لكن المباراه الغريبه والعجيبه مباراه السيمي فاينال، الترجي مستضيف أول أغسطس الأنجولي، بعد شهر من ميعاد المباراة يفاجئنا الاتحاد الأفريقي عن طريق لجنة الانضباط فيه أو اللجنة التأديبية بإيقاف الحكم الزامبي جاني سيكازوي اللي أدار المباراة، ويعلن الاتحاد الأفريقي رسميا. في الأول موقع غانا سوكر نت هو اللي أعلن ده، وأعلن النص التفصيلي والمواد اللي استندت إليها لجنة الانضباط. لجنة الانضباط عشان نبقى في الصورة هي لجنة بيرأسها ريمون هاك، ده جنوب أفريقي وده شخصية قانونية، هو محامي في الأصل وهو رئيس لجنة اللاعبين في الاتحاد الدولي، فهو حد ترزق قوانين بشكل جيد جدا، هو بيرأس هذه اللجنة. اللجنة دي فيها 15 عضو من ضمنهم الدكتور كرم كردي، لكن لائحة اللجنة بتقول انه لو في امر بيتبحث معروض على الترابيزة مفيش عضو من الدولة المعنية يكون حاضر، فبالتالي لا العضو المصري ولا العضو الجزائري لان مهدي عبيد حكم جزائري، ولا العضو التونسي اليوم حق الحضور. هو الاستاذ احمد مجاد طلع قال كده، لكن كمان ريمون هاك اللجنة اللائحة بتديله الحق انه ياخد قرار، وياخد قرار بما لا يتجاوز ثلاث مباريات، العقوبة تكون أقصاها ثلاث مباريات. فجأة هذه اللجنة
بتعلن مش بس إيقاف الحكم الذنبي، ده بتقول في تقريرها لأن هناك شبهة فساد وتعاطي رشوة. في تفسير واضح جدا اللي اعترفت بيه الصحف التونسية، مش بس غنى سوكر نت اللي هي أشارت أو هي أول من نشر الخبر، لا الصحف التونسية زي ما حضراتكم هتشوفوا أشارت لده أنه إيقاف حكم مباراة الترجي وأول أغسطس بسبب شبهة فساد وتقديم رشاوي. قرار الكاف، يلا كرة، قالت الكاف يوقف حكم مباراة الترجي وبريمير دي أغسط بتهمة الفساد. بوابة الأهرام، إيقاف مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي. الخبر الجزائرية، لا بس لحظة عايز أتوقف فين عند خبر مهدي. هاجي المهدي بس أنا بس هقول بس القرار فما سمعته. اتفضل. إنه إيقاف لحين التحقيق. أيوه. يعني مش قرار بالإيقاف. ده إيقاف للتحقيق. بالظبط. إنما تاني إيقاف لشبهة فساد. بالظبط. يعني فيما يتعلق بمهدي عبيد لم تذكر أي اتهامات له. كان الاتهام اللي وجه ليه من قبل أحمد رئيس الاتحاد، على فكرة اسمه أحمد بس، أحمد التانية دي إضافة مصرية، هو اسمه فقط أحمد. بموجب رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد إنه الحكم لم يتعاون مع الفار. وأنا سألت هو يعني كان إيه العلاقة بينه وبين حكام الفيديو في ضربة الجزاء التانية بتاعت الأهلي. فقال هو لما راح يعمل تشيك للفيديو يراجع الفيديو هم قالوا له مش ضربة جزاء، فقال لهم أشوفها، فوروا له اللقطة الاعتداء على وليد جوه، وليد أزارو ما شافش اللي بره، فهو حسب على اللي جوه اللقطة التانية، شاف التانية فتأكد وصمم على قراره. فالاتحاد الأفريقي اعتبروا لأنهم كانوا معنيين أو ينجحوا الفكرة بتاعت الفار، اعتبروه غير متعاون مع غرفة الفار فحولوه للتحقيق للمساءلة في عدم التنسيق. لكن فيما يخص إيقاف مهدي عبيد لم ترد أي شيء عن اتهامه أو التعرض لذمته. إنما فيما يخص الحكم الزامبي اللي أدار، لأنه كمان العقوبة جت بناء على احتجاج من الجانب الأنجولي، وقيل إن هم قدموا مذكرات مدعمة بمستندات. كويس قوي. ممكن نوقف هنا لحظة؟ آه. الجانب الأنجولي احتج وفي مباراة دور قبل النهائي اللي بتصعد إلى النهائي وفي توقيت سابق على المباراة النهائية بوقت كافي يعني. والترجي احتج على نتيجة مباراته مع الأهلي قبل مباراة العودة في توقيت ما فيش فيه وقت كافي. كويس؟ يبقى اللي عنده وقت كافي انه يبحث وياخد قرار على مهله ما خدش. واللي ما عندوش وقت انه يجتمع على وجه العجله خد قرار. دي علامة، دي بصرف النظر ايه القرارات اللي صدرت لازم تصدر، لان ايه جدوى النهارده انك تقول يعني هم لما خدوا القرار بتاع السنغال وجنوب افريقيا بالرشوه واعاده المباراه في كاس العالم، تصفيات كاس العالم، حكم اللي ارتشى وحسب ضرب الجزاء مش صحيحه، خبطت فخد عادوا المباراه لان كان في وقت. طب انت ما عملتش كده، ده انت اجلت القرار المصيري اللي هيحدد مصير الفرقه هتوصل نهائي وما خدتش فيه قرار، بينما كنت متعجل قوي تطلع انطباعات شخصيه من جوه الفيف الكاف وكانها قرارات ضد النادي الاهلي. هذا امر شديد الغرابه وفي حد ذاته يعني علامه استفهام، نرجو ان حد يجاوبنا ومحدش هيجاوبنا. طيب جريده الشروق التونسيه، وانا هنا بقول عشان دي صحف تونس لانه الامر يتعلق بنادي كبير زي الترجي، فلما بنقول ما ذكر في الصحف التونسية عن وقعة تخص الترجي التونسي، هلاقي الشروق التونسية بتهمة يتهمه بالفساد إيقاف حكم مباراة الترجي
وأول أغسطس الأنجولي غرة أوت وقايلة الشروق التونسية بعد مرور حوالي شهر على مباراة، يعني حتى هي نفسها مستغربة على مباراة الترجي الرياضي وغرة أوت الأنجولي، أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قراره بشأن الحكم الزامبي جاني سيكازوي الذي أدار تلك المباراة وارتكب أخطاء فادحة. تاني للشروق التونسية، الحكم باعتراف الكابتن طارق دياب نجم الترجي ألغى هدف صحيح للفريق الأنجولي واحتسب ضربة جزاء غريبة جدا لصالح الترجي في هذه المباراة. الصحيفة التونسية بتقول إن الحكم ارتكب أخطاء فادحة أهمها عدم احتساب هدف غرة أوت الأنجولي الشرعي، وقرر الكاف إيقاف هذا الحكم والتحقيق معه في مزاعم فساد على أن يمثل أمام لجنة خاصة تابعة للاتحاد الإفريقي لاحقا. صحيفة الصريح التونسية ردا على حملة شوبير والأهلي، الترجي يقدم شكوى ضد حكم مباراته أمام غرة أوت الموقوف بتهمة الفساد. وبتقول الصحيفة أن معين الشعباني مدرب الترجي ردا على دعوات الأهلي المصري بإعادة المباراة النهائية، الأهلي المصري بقالش، والأهلي المصري ما طلبش، ده الصحف التونسية والاتحاد الأفريقي اللي قال إيقاف الحكم. قالت إنه الترجي هو من سيقدم قضية ضد الحكم المذكور لأنه تغافل عن ضربة جزاء واضحة للترجي وإقصاء لاعب من غرة أوت الأنجولي. كابتن أحمد شوبير يدعو الأهلي للتدخل في راديو أون سبورت، نسمعه. هو ده المهم، ماذا بعد؟ طيب ثبت التواطؤ وثبت الفساد، مصير البطولة اللي اتحركت بفساد ايه؟ مصير الماتش اللي تأهل من خلاله فريق الى النهائي ليلاقي فريق اخر بصرف، ما كل الاحداث ما كانتش هتحصل، يعني ما تجيش تقول لي كل الاحداث بتاعت مباراة انها مش هتعمل، الفريقين مش هيقابلوا بعض. ايه المصير؟ ماذا استفاد الفريق الانجولي؟ اقول لك هيعملوا ايه؟ هياخدوه احسن فريق في الموسم. ها؟ طب يبدأ افضل فريق في القاره. معلش معلش معلش. انما هو راح كاس العالم للانديه، هو جات له فرصه يلعب الاهلي وقد يتاهل الى البطوله، هل جات له فرصة يكسب نقطة إضافية ومبلغ إضافي؟ هل جات له فرصة يخش التاريخ كأول فريق أنجولي يلعب النهائي؟ كل ده راح عليه. طيب الكابتن أحمد شوبير يعني في الفيديو ده وهو الحقيقة أو في الإذاعة هو بيستحث الاتحاد المصري أو بيقول لك هل هنتحرك زي ما الاتحاد التونسي اتحرك؟ هل هنتحرك مع النادي الأهلي؟ طيب ما كابتن احمد شوبير العضو البارز في اتحاد الكره دلوقتي، يعني هو عليه ان يوجه الكلام للمهندس هاني ابو ريده واعضاء المجلس. هل المجلس او هل اتحاد الكره عنده هذا العزم على مسانده الاهلي في قضيه زي كده؟ وللناس كلها بنقول لا احنا بنطالب بحق مسلوب ولا احنا عايزين نعيد المباراه، لكن حتى تتضح الحقيقه، حتى تتضح الحقيقه اللي الصحف التونسيه نفسها بتتكلم عنها. الصحف التونسيه جبت لكم صحيفة الشروق في صحيفة الصباح، جريدة الصباح التونسية اللي تهمتك في لحظة ما بانك ودي من الصحف الكبرى المؤثرة في تونس لما تتحدث على إيقاف هذا الحكم بتهمة الفساد وتقديم رشوة، هي اللي بتقول مش احنا. يبقى الموقف ايه؟ انما الهدف لا تحرك الآلي مطلوب علشان المباراة هتتعاد، سوابق الكاف كتيرة جدا، حتى رغم الناس بتتكلم ممكن تعاد، الاعاده صعبه جدا. الموقف غامض يا استاذ ابراهيم عشان ما نسهلش الدنيا على اصحاب القرار بصراحه بقى. لا مش هتعاد، لا ما نعرفش هتعاد ولا لا. انت عندك فريق حرمته من النهائي. الفريق ده هياخد حقه ازاي؟ بالظبط. اللي هو اول اغسطس. ممكن واحد يقول لك ايه؟ ما يروحوا بقى يلعبوه في دوار الكواليفيكيشن بتاعت كاس العالم ما بالتنسيق. لا، مين قال لك انه كان هيكسب؟ ما هو ما ينفعش خد القرار اللي انت خدته قبل كده. انت قعدت مباراة لفساد حكم. دي جريدة الصباح التونسية يا باشمهندس،
وهي تتحدث عن العنوان التمهيدي اللي الاستاذ شوارب لما عمله شاله بتهم التعاطي بتهم الفساد وتقديم رشاوي. ده اللي كان موجود قبل كده على الشاشه. لا لا، دي جريده الصباح التونسيه. في هذا العنوان مذكور بسبب او بتهم الفساد وتعاطي المخبز. اخيرا بيقرا لي بسبب شبهه فساد رشوه وفساد. الكاف يجمد حكم مباراه الترجي واول اغسطس بسبب الفساد وتقديم رشوه زي ما ظهر لحضراتكم. بس ده عنوان جريده الصباح التونسيه. نفس الحكم الجزائري قال انا هدافع عن حقي حتى النهايه، وانا طواق ان انا اروح للجنه الاستماع دي عشان يعرفوا الحقيقه. نشوف محمد غوتي رئيس لجنه الحكام الجزائريه وهو يتحدث للقناه المصريه الاولى عن مهدي عبيد كحكم تاريخه نظيف، سجله محترم، له والاهلي نادي محترم، لم يذكر ابدا انه مهدي عبيد تعرض لاي تأثير على قراره. هتحاسبوه فنيا، هتتكلموا على التناغم بينه وبين غرفة الفار، دي قضية فنية. لكن نسمع محمد غوتي رئيس لجنة الحكام الجزائرية يتحدث عن مواطنه مهدي عبيد. بص يا سيدي، افتكر كلامي، بإذن الله هيطلع الراجل ده معلوش حاجة، لأن تعال نجيبها من النهاية للبداية مش بالعكس. الإجابة كل السادة المشاهدين هيقولوها في آخر لقطة داخل منطقة الجزاء. المدافع كان ماسك شادد أزاره من فانيلته وأسقطه أرضا ولا لأ؟ دي اللقطة الأخيرة حسبها ضرب الجزاء. هتقولي بس قبل ما يخشوا ارجع بقى خطوة، كان في هو بيشد من الفانيلا وأزاره بيدفعه بإيده. في هذه اللقطة حدثت في كأس العالم والمصر، ولما قلنا ازاي دي يعني ما اتحسبتش الفاول الاولاني بعد ما كانت تتحسب ضرب الجزاء، قالوا لنا لان الخطأ كان مشترك، هيحسبوا على مين؟ لكن لما استمر الخطأ الثاني من طرف واحد بس دخل منطقة الجزاء هذه، وهو لما راح الفار قال لهم الشد اهي، وكان بيشاور بصبعه الشد اهي، هو انا صفرت على دي. هل هو حد يقدر يقوله دي مش شده، دي مش جذب؟ هيقول له انت ليه ما صفرتش بدري؟ كل الحوار هيتم في الحته دي. اذا كان تفسيره يتسق مع توقعي بان كان في خطا مشترك، فانا ما حسبتش الخطا المشترك وانتظرت ان الخطا ينتهي بره ال 18، رغم انك لو رجعت للاول خالص بقى قبل زقه ازارو كان حتى يبقى على منطقه مؤثره في ضربه حره ما حسبهاش. يعني قبل دفعه ازارو باليد كان في شد ولا ما كانش في شد؟ يعني قبل دفعه ازارو باليد في شد، بعد دفعه ازارو باليد الشد استمر لجوه، لا حسب الاولانيه خالص ولا حسب الفاول المشترك مع بعضهم، وحسب لما استمر الوضع. وهذا حصل لنا احنا في ماتش ما من وائل الجمعه. وقال لك ان الخطا امتد للداخل. صحيح. طيب، وكابتن شوبير ايضا انتقد الموقف بتاع الاتحاد الافريقي، انت سكت كل ده على احتجاج اول اغسطس بعد شهر، بينما انت اللي كنت سريع قوي ومستعجل قوي بعد ساعات من مباراه برج العرب طلعت عقوبات. عارف ليه يا استاذ ابراهيم؟ عارف ليه؟ عشان يخلق الوضع الغير قابل للحل دلوقتي. بالظبط، يفرض الامر الواقع. هل الاتحاد الافريقي بيفكر هكذا؟ الكابتن شطه نجم الاهلي السابق وواحد من اللي كانوا مسؤولين في الاتحاد الافريقي، راس اللجنه الفنيه في الكاف لفترات طويله او الاداره الفنيه، ادلى بدلوه ايضا عن القرارات المحتمله من الكاف. نشوف شطه في صدى البلد. طيب، ده رأي كابتن شطة وكله مرهوم بجزئية ايه اللي هيسفر عنه التحقيق. ما بنتكلمش على اكتر من اظهار الحقيقة، لكن ما يخص الاهلي قلنا لكم في البداية جهود كبيرة تبذل
إن شاء الله تكلل بالنجاح حتى يستعيد الأهلي شخصية البطل وحتى تطمئنه دائما حتى وأبدا على المستوى ده. هناك جهود الأهلي بيدرس تماما هيعمل إيه في الموقف بتاع الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي وإذا يعني كان هناك زي ما بيقول شطة تواطؤ. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. ومهما كانت الظروف يبقى الأهلي دائما وأبدا زين النوادي.